السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا بسادة الحضور، اهلا وسهلا بكم في ويبنار جديد. وبصراحة موضوع براكتيكال كلينيكال مهم جدا، ان شاء الله هنتكلم النهارده عن ريكارنت شيست انفكشن او ريكارنت اسبيراتوري تراكت انفكشن ان تشيلدرن وات تو دو نيكست. وطبعا شرفنا يكون معانا دكتورة انجي سعد الكراجي، ليكتشر اوف بيدياتريك فاكولتي اوف ميديسن الكسندر يونيفرستي فروم ايجيبت. واعرفكم برضو بنفسي، انا رام الشربيني، كونسلتنت اوف بيدياتريك اند نيوتولوجي اند كونسلتنت اوف بيدياتريك كلينيكال نيوتريشن. موضوع جميل وموضوع مهم وموضوع مهم براكتيكلي وكلينيكالي. اهلا وسهلا بيك دكتور انجي، نورتينا في الويبنار الجديد، وشكرا لحضرتك شرفتينا. ان شاء الله تبقى محاضره مهمه، محاضره جميله كعاده المحاضره بتاعت حضرتك. اتفضلي دكتور انجي. أهلا بحضرتك يا دكتور رامي. أنا أولا أشكر حضرتك على الدعوة الكريمة وعلى اختيار التوبيك الرائع الجميل اللي هو السهل الممتنع اللي احنا كلنا محتاجين نسمعه، وأنا شخصيا استفدت وأنا بحضره. وهو it's not just يعني a topic مش بس للبيدياتريشن، هو لكل الناس، بيدياتريشنز، ادلت فيزيشنز، شيست فيزيشنز، حتى لو جراح او حتى لو دكتور نساء. هو الحقيقه التوبيك بيمسنا كلنا، مش بس فور اور بيشنتس بس بات اولسو فور اور كيدز. يعني انا بستاذن حضرتك بس يا دكتور رامي، معلش حاجه تكنيكال صغيره، الليست بتاعت البرنامج باينه بس انا على جنبي، فانا لا عايزه لا، بس اسال لان ما عنديش هو اللي فكره. ظاهر، بصي اللي ظاهر عندنا هو السلايدز فقط. لا هو انا عندي، انا الليست باينه، انا مش عارفه انا اخفيها ازاي. لا، بالماوس نزليها لتحت بس، او في علامة اكس على اليمين دوس عليها. اوكي، لا خلاص مش اوكي، تمام كده، اتفضلي. تمام، شكرا جزيلا، شكرا. انا دكتوره انجي سعد القراجي، مدرس طب الاطفال وحده امراض الجهاز التنفسي والمناعه والحدثيه، قسم طب الاطفال كليه الطب جامعه اسكندريه. وان شاء الله ابتدي معاكم الليكشر بتاعتنا النهارده، ويا رب تنفعكم وتنفعنا جميعا باذن الله. Okay. Recurrent respiratory tract infection. What's next؟ الحقيقة أنا عشان أعرف أنا هعمل إيه بعد recurrent respiratory tract infection، لازم أعرف إيه هو الديفينيشن اللي أنا بتكلم عنه. يعني إيه recurrent؟ يعني إيه respiratory tract؟ يعني إيه infections في respiratory tract؟ وبعدين من كل ده هاخد الكونكلوجن انا هعمل ايه بعد كده، لما احط رجلي على الطريق انا بتعامل مع ايه، افهم I should understand my enemy عشان اعرف هتعامل معاه ازاي. ايه هو الريسبيراتوري تراك ببساطه شديده جدا؟ هو تو بارس، upper respiratory tract، وده طبعا من اول ما الاير بيدخل عندنا، البريث اوف اير بيدخل من نوز، sinuses، oral cavity، ear. مع ان احنا الاورال كافيتي ده فور دايجيشن او فور فيدنج، لكن في جزء من الاير بيدخل منه، جزء مهم جدا جدا كومن مع الاير واي في الاورال كافيتي، اير، فارينكس، لارينكس، وبعدين نزل تحت على تريكيا سواء اكسترا ثوراسيك او انترا ثوراسيك تريكيا، وبعد كده ننزل تحت على اللور ريسبيراتوري تراكت اللي هو اللونجز، بلورا، فريمر ريسبيراتوري موسلز. الحقيقه تقسيمه الابر واللور ريسبيراتوري تراكتس ليها تو ويز. الطريقه المور كومن ان انا افصل كل ما هو جلوتيك يعني لارينكس وما فوق، ده upper respiratory tract، وكل ما هو سب جلوتيك لحد تحت ابتداء من تريكيا اكسترا وانترا ثوراسيك لحد تحت، ده بنسميه lower respiratory tract. الحقيقه التقسيمه دي هي المور كومن وهي الشائعه، وهي اللي التقسيمه بتاعت الديزيز كلها بتبقى مبنيه عليها. طيب في تقسيمه تانيه، هي التقسيمه شويه كلينيكال تقسيمه، ان احنا بنقسم تريكيا اكسترا انترا اكسترا بيدخل مع الابر اير واي وبيشير سام سيمتومز. سترايدر مثلا، لو في اوبستراكشن في الاكسترا ثلاث تريكيا بتيجي سترايدر، زي بالظبط لما بيجي في اللارينكس، زي بينما الانترا ثلاث تريكيا بتشير بقيه الاير وايز وتعمل ويز. فدي ولكنها تقسيمه كلينيكال مور، احنا المهمه بالنسبه لنا قوي او اللي احنا تفرق معانا شويه التقسيمه الاولانيه او اللي هي الموست كومنلي منشن في الليتريتشر. طيب ايه بقى الريسبيراتوري تراكت انفكشن؟ هو اني انفكشس ديزيز اوف ذا ابر واللور ريسبيراتوري تراكت
commonly associated with fever. يعني في غالب الأمر بيبقى فيه fever but not all the times طبعا. ليه؟ لأن الأبر إيرواي لما يجي فيه infections زي common cold, tonsillitis, pharyngitis, rhinosinusitis, otitis media or laryngitis ممكن يجي cold without fever. That simple. ممكن tonsillitis just sore throat من غير fever. بس احنا بما اننا بنتكلم على الاطفال فاحنا الحقيقه الفيفر عندنا مور كومن عن الادلتس. يعني كومن كولد ممكن يجي الادلت بشكل كبير جدا بيجي من غير فيفر في الغالب. طبعا احنا ما شفناش الفيفرز في الادلت دي غير بعد الكوفيد يعني والسيمتومز بتاعته العنيفه. لكن في الاطفال لا اتس فيري كومن حتى لو لو جريد, حتى لو المذر منشنينج انها جه في يوم مثلا او حاجه لو جريد خالص وراحت لوحدها. الحقيقه في الابر ريسبيراتوري تراك انفكشنز بنحب نفصل التونسيلاتس من الفارينجايتس لان موست اوف ذا كوزز اوف فارينجايتس and tonsillitis as well are viral. فلما الاقي pharyngitis not يعني مش محتاجه antibiotics viral most cases. يعني حتى ابر التونسيلايتس لما بيبقى فيها pus و follicles مش دايما بتبقى strept مش دايما bacterial. البشتاين بار فيروس ممكن يعمل نفس المنظر و pus و follicles وياخد antibiotics وما تحسنش خالص. فعشان كده احنا حابين نفصل شويه التونسيلايتس عن الفارينجايتس مع انها احيان كتير بتتكتب تونسيلو فارينجايتس لان طبعا الفارينجايتس لازم هيبقى فيها تونسيلر انفلاميشن وريدنس. ومن اللور اير واي واللور ريسبيراتوري تراكت انفكشنز اللي هم ايه؟ حاجات العنيفه بقى تراكيتس برونكايتس برونكيرايتس نمونيا امبايما از ا كومبليكيشن اوف نمونيا او بارا نمونيك افيوجن. طيب طبعا مش كلهم انفكشنز عنيفه يعني برونكايتس اولدو انها محسوبه على اللور ريسبيراتوري تراكت انفكشنز لكن هي كومنلي بتبقى مايلد. والتفريق مهمه قوي بينها وبين بقيه الديزيزز في الاطفال بالذات في السن الصغير. وبالعكس هي بقى البرونكايتس برضو لو طولت عن ليفل معين او عن وقت معين ممكن تتحول الى حاجه عنيفه بنسميها بروتراكت بكتيريا برونكايتس وتقلب ببرونكياكتسز وكرونيك لانج ديزيز وهي في الاصل برونكايتس. طيب هل احنا مهم بالنسبه لنا نعرف ايه الريكرنت ريسبيراتوري تراكت انفكشن نتعامل معاه؟ ايوه مهم مهم عشان لما نعرف البردن بتاعه قد ايه هو لود علينا وعلى كل المجتمع هنعرف ان اقل من سنه في الايج بلو 1 يير 25% of children suffer from recurrent respiratory tract infections. مع الوقت كل ما الانسان بيكبر عند سن من سنه لاربع سنين 18% only بتقل النسبه دي suffer recurrent respiratory tract infection لحد لما تقل 6% during the first 6 years of life as a whole وتقل تماما وتوصل للأدلت تقريبا ريتس بعد سن 12 سنة. طيب البيبر البديعة دي الجميلة دي بتتكلم عن الجلوبال بيردن اوف upper respiratory tract infection in 204 countries من 1990 ل 2019. دراسة جميلة جدا. عبارة عن ايه الدراسة دي؟ في study اسمها Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors 2019. الدراسة دي اخدوا فيها الامراض من الريكوردز بتاعتهم طبعا من ريكوردز في 204 دولة من سنة 1990 ل 2019 يعني 30 سنة تقريبا لأكثر من 300 مرض different diseases and injuries different sexes and age groups و different demographics وعملوا لها epidemiological study رهيبة جدا لكل دول عشان يطلعوا ال disease characteristics لكل disease. الresearchers بتوعنا احنا بقى pulmonologists عملوا ايه؟ أخدوا ال partition بتاع upper respiratory tract infection وابتدوا يعملوا له sub analysis ويطلعوا بيه paper علشان يقولوا لنا شوية معلومات جميلة قوي على ال burden of these disease of upper respiratory tract infections قد ايه هم كتير واحنا يعني ايه اللي ممكن الداتا اللي يدوها لنا منه. واول معلومه ادوها لنا هم ان هم قسموا الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشنز لمايلد دي مجموعه ومودريت تو سيفير دي مجموعه ثانيه. المايلد دي فيها مايلد ديسكمفورت وما فيش اي ديفيكولتي وذ ديلي اكتيفيتيز يعني حد مثلا زوره وهو حاجه بسيطه بس طفل بيروح المدرسه شويه راينايتس بسيطه بس ما فيش مشاكل بياخد دروسه وما فيش اي اذر سيمتومز. بينما المودريت تو سيفير فيها بقى سيفير سيمتومز فيفر ايكس ماليز سام ديفيكولتي بريدنج اند ديفيكولتي ان اكتيفيتيز فدي طبعا تدخل للمودريت تو سيفير ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. فدي او كلاسيفيكيشن احكم ازاي ان ده مايلد يروح المدرسه وكويس ولا ده سيفير فيه مشكله ما لا لازم اي شود تيك كير. ده اولا. الحاجه الثانيه ايه بقى؟ الحاجه الثانيه ان هم قالوا لنا ان 43% of cases 43% of cases from all diseases are upper respiratory tract infections. يعني 43% من الناس اللي بيبقوا تعبانين
سواء بيروحوا يطلبوا ميديكال كير او ياخدوا دراجز عندهم upper respiratory tract infections which is a great burden. طيب من هذه الدراسه برضو ديموغرافيكس طلعوا لنا شويه ريسك فاكتورز للابر ريسبيرتوري انفكشنز دولت. ايه هم بقى الريسك فاكتورز دول؟ الريسك الاول هو ذا موست امبورتنت وان اللي هم طلعوه هو اللو بيرث ويت، بغض النظر ده بري تيرم ولا لا، يعني طفل عنده انترا يوتراين جروث ريستريكشن بسبب ان الام سواء كان عندها gestational hypertension، كان عندها chronic disease ما كانش بتتابع، عندها severe malnutrition، ونزل في الاخر الطفل وزنه قليل. عشان كده احنا لما نقول الام تغذي وخلي بالك من نفسك وان انت مش مسؤوله عن نفسك بس، انت مسؤوله عن روح تانية، ده كلام very logic، مش كلام بس امهات وحموات، ده كلام مهم قوي عشان البيبي اللي بعد كده. وانا مهم بالنسبه لي كبيدياتريشن ان انا لما اشوف طفل جاي كده مع امه I should consult her for the future pregnancies، لازم تخلي بالها في الباقي عشان بقية اخواته ما يبقوا زي كده if she is planning for further pregnancies. طيب تاني مهم قوي ريسك فاكتور احنا كلنا عارفينه it's very important لينا كتشيلد ديزيزز are the preterms. طبعا preterms with or without bronchopulmonary dysplasia، يعني with or without chronic lung disease. preterms per se من غير حتى ما يبقى عندهم chronic lung disease are very susceptible to recurrent infections بالذات lower respiratory tract infection lower and upper. طب ايه كمان من risk factors؟ ال household air pollution from solid fuels، الاماكن اللي فيها جازولين consumptions of of fuels جوه البيت، يعني بيستخدموا فحم او بيستخدموا اشعال نار زي الناس زمان لما كانوا بيعملوا الوابور او الحاجات المعتاده، ده بيعمل ده ريسك فاكتور محترم وقوي جدا جدا. ويقابله بقى احنا عندنا في بلدنا الامبيانت بارتيكيولات ماتر بولوشن اللي هو التلوث البيئي المحيط، الناس اللي قاعدين في مكان في اشارات مرور بكثره، في مصنع، في تلوث اول ذا تايم، كل ده ريسكي اوف ريكيرنت ابر ريسبيرتوري تراك انفكشنز. عملوا كورليشن لطيفه قوي برضو ما بين ايه بقى؟ ما بين السوشيو ديموغرافيك اندكس الاس دي اي اللي هو عباره عن اندكس بيجمع كده بنشوف بيه السوشيو ايكونوميك ستاتس، عباره عن الماتيرنال بقى education والانكم والنمبر الفاميلي سايز والهاوسنج، ويحطوا اندكس ذا بورست وان از زيرو 100 از ذا بيست وان احسن الظروف، وقارنوا بقى ما بين معدلات الريسبيرتوري تراكت انفكشن في الناس دولت اخبارها ايه وما بين معدلات الديثز ديو تو ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن اخبارها ايه. هنلاحظ حاجه لطيفه خالص ان الايج ستاندردايز انسيدنس ريت مجرد حدوث الريسبيرتوري تراكت انفكشنز بيزيد مع الانكريزنج اندكس، يعني كل ما المستوى يرتفع المستوى الاجتماعي والبيئي كل ما بيعلى نسبه حدوث الابر ريسبيرتوري تراكت انفكشنز. وده كان في ديزيز في ثيوريز كتيره بتفسره زي الهايجين هايبوثيسيس مثلا، ليه الطفل دايما اللي بيبقى كده بياكل من اي حته واهله سايبينه في كل مكان كده يقولوا يا سلام وبيستحمل وبتاع، بينما ابني اللي انا حطاه مغلفاه بالديتول وايده على طول مكسوره بتاع على طول تعبان. دي ذا ثيوري اوف هايجين هايبوثيسيس ان الايرلي انتدكشن اوف الرجنز اند انفكشنز ماي جيف ا بروتكشن فور ذيس كيد فور فروم فيوتشر ريكيرنت انفكشنز. بينما العكس هنا طبعا المورتاليتيز نفسها كل ما يزيد الاندكس، يعني كل ما يبقى الستاندرد افضل كل ما تقل المورتاليتيز، يعني تكاد تصل الى زيرو. بينما طبعا في الاقل دي مورتاليتيز عاليه جدا، احنا متخيلين يعني ايه مورتاليتي من ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن؟ يعني لو ده مثير للعجب هو الابر ريسبيرتوري تراكت انفكشنز والسينوسايتس، السينوسايتس دي ممكن تعمل انتركرينيال كومبليكيشنز، ممكن تعمل اوربيتال سيلولايتس وبيورال هيمريدج قصدي امبايما، وممكن تعمل حاجات كتير، ممكن تسبريد النمونيا الابر ريسبيرتوري ده سبريد النمونيا وسبريد المينينجايتس، يعني في كومبليكيشنز برضه اوردو رير بس هي موجوده. نتخيل بقى لما حد يموت من حاجه زي كده ده بيحصل فين؟ لما يبقى فيه لو سوشيو ديموغرافيك اندكس. طيب استادي لطيفه برضو قاسوا بيها الانسيدنس بالنسبه للاعمار بقى، ما هي دي بقى استادي واخده ناس كلهم فروم اندر 5 تو 80 بلس. أكتر percent incidence of upper respiratory tract infections كان فين؟ في البلو 5 أهو زي ما احنا شايفين، أرجو أن يكون بس السهم واضح. طيب أمال ال death rates بقى، مين أكتر ناس ممكن تموت من complication ل upper respiratory؟ ال two extremes ال under 5 وال above 80.
طيب what about the daily؟ daily دي اختصار disability adjusted life year، يعني مقدار الإعاقة أو الأيام اللي lost من الإيه، من الشغل ومن كل حاجة، مع مين أكتر ناس؟ مع الأندر فايف طبعا، لأن هو بيعطل نفسه، بيعطل مامته، بيعطل باباه، school absence، day care absence، absence from the mother's أو carer's work، كل ده طبعا هيأثر جدا، هيعلي قوي ال disability دي. الحقيقه ان دي نقطه مهمه جدا، لان في امهات بتيجي بتفكر تسيب الشغل عشان من كتر ما ابنها بيجي له ريكورنت انفكشنز، وهي عايزه تقعد معايا، انا كده بظلم الولد، طب هو انا اسيب الشغل؟ بتسيب الشغل حتى بالذات لو شغل برايفت، ما بيديهاش انها الفرصه للتامين ان هي تاخد اجازه رعايه الطفل مثلا او كده، ممكن تسيب الشغل عشان خوفا من ان ابنها هي كده بتظلمه، ان هو كده بيتاذى. طيب سو احنا اتكلمنا عن respiratory tract infections. طب what is recurrent respiratory tract infection؟ What is the definition of recurrence؟ أقول إمتى إن ده recurrence؟ يعني بأنهي معيار يعني؟ أكتر من 3 مرات infections كل شتاء؟ ولا أكتر من 3 خلال 6 شهور؟ ولا أكتر من 8 documented airway infections في السنة في preschoolers؟ ولا أكتر من 6 episodes أكتر 3 سنين؟ كل دي مش كلام أنا مخترعاه ومألفاه، ده كل دي studies اقترحت إن كل دي تبقى cut off points للإيه؟ للريكيرنس، عشان أقول إن ده recurrent respiratory tract infections. لكن في الحقيقة ما كانش فيه universal consensus on the definition of recurrent childhood respiratory tract infections، لحد لما جت البيبر الأيكونيك دي، البديعة الجميلة دي. البيبر دي منشورة في 2021 recent يعني، في الإيطاليان جورنال أوف بيدياتريكس، عنوانها prevention of recurrent respiratory infections، فيها حوالي 50 اسم مثلا. ولما نعرف ان الناس دي عملت ايه هنعرف هم كتير كده ليه. هم اخدوا الاستاديز كلها اللي اتعملت على الريكيرنت ريسبيراتوري تراكت انفكشنز من 2009 ل 2019، يعني في خلال 10 سنوات اخدوا، لقوا الاستاديز 4445 استادي، عملوا لها انكلوجن كرايتيريا عشان تميت الكرايتيريا بتاعت الريكيرنس فعلا، او ان هو يعني دي تبقى اليجيبل ومعلوماتها كامله وتراستد. فلترد على 80 على 80 ستاديز ميت ذا انكلوجن كرايتيريا for recurrent respiratory tract infection. ودونا في الاخر شويه اجابات جميله قوي من ضمنها الجدول البديع ده عن the definition of respiratory recurrent respiratory tract infection. خلينا ندرسه واحده واحده، وهنبدا نشوف هم مين اللي كانوا excluded من الايه، من ال definition ده. مين اللي ما دخلهمش في ال definition ده؟ اولا الناس اللي عندهم recurrent infections in one area only، يعني مثلا عندهم recurrent sinusitis، هيبتس ميديا، حاجة بس اللي بتجيلهم كل شوية. ليه؟ لأن ده بي بوينت لسيرتن باثولوجي إن ذيس أريا، يعني معنى كده في حاجة سمثينج أناتوميكال سمثينج لايك ذات، مش هو ده الريكيرنت انفكشن بتاع كل الجسم اللي هو ريسبيراتوري تراك، لا ده بقى ريكيرنت سبيسيفيك أريا، ريكيرنت ويزي جست. فدول وير اكسكلود. مين كمان طبعا ينبغي ان استنتج؟ طبعا اي حد عنده برايمري وسكندري من ديفيشنسي، لان خلاص اوريت استنتج هو بطل العجب، طبيعي هيجيب لي ريكرنس، مش محتاجه انفستيجيت مور وات از بيهايند ذيس، او مش محتاجه مانج وات از بيهايند ذيس، خلاص يو شود مانج ذا اتيولوجي. في كمان زي بالظبط الكرونيك لانج ديزيزز زي السي اف، سيستيك فايبروسز والنون سي اف برونكياكسس والجينيتكس وبرونكوبالمونري ديسبليجيا وكارديك ديز، كل الناس اللي عندهم سكندري نون كوز، كل دول كانوا اكسكلودد. طيب ما الانكلود بقى ايه؟ ادوهم ديفينيشن ايه؟ الديفينيشن زي ما احنا هنشوف من الجدول اللي شفناه من شويه، وهو عباره عن مجموعه من الكولونز. اول كولون عباره عن الايدج، قسموا الايدج من سنه لثلاث سنين او لاقل من ثلاثه، ومن ثلاثه لسته، ومن سته ل 12. هم استبعدوا اللي اقل من سنه، هنتكلم عليهم كمان شويه. ابتدوا يتكلموا على الجماعه دول. الحقيقه التقسيمه دي براكتيكال قوي، حتى احنا في الجايد لاينز اوف ازما بنقول دايما اللي من سنه الاقل من 3 سنين اللي هم التادلز دول، بنقول عليهم مش بنسميهم اسماتيك، بنسميهم عندهم فايرال ايبيسوديك ويز، هايبر اكتيف اير واي، نديهم اسامي كده كتير، لانهم دي اول ستيشن ذا تشايلد مي اوفر جرو هيز سيمتومز عندها. من 3 ل 6 سنين دي تاني مرحله، حتى في الجايد لاينز بتاعت الجينا جايد لاينز وبتاعت الازمه، دولت اللي هم يعني ايه على وشك يبقوا اسماتيك، وموست اوف تشيلدرن يات برضو اوفر جرو ذير سيمتومز باي ذا ايج اوف 6 ييرز. من 6 ل 12 دول بقى اللي بياخدوا الباترن بتاع الازماتكس، واكتر من 12 بيبقوا خلاص زي الادلتس تقريبا، بياخدوا نفس الجايد لاينز بتاع الادلتس. فالحقيقه التقسيمه دي تقسيمه موفقه جدا، وانا اتفق عليها جدا جدا. امال ايه بقيه الجدول؟ بقيه الجدول عباره عن الكرايتيريا اللي هنتكلم عنها، كرايتيريا 1 وكرايتيريا 2،
كراتيريا دي لازم تبقى موجوده all over a year. يعني شوف السنه اللي فاتت لو حصل فيها حاجه من كراتيريا 2 or 1 دي في الاعمار اللي قصادها دي، يبقى ده اسمه recurrent respiratory tract infection. طيب ايه كراتيريا؟ تدي كراتيريا 2 لانه سهل قوي. 2 mild cases of pneumonia. لو في خلال سنه اي طفل في اي عمر جاب له 2 mild cases of pneumonia، دي بنسميه recurrent respiratory tract infection. ليه بنقول مايل كيسز اوف نمونيا؟ لان لو ما كانش مايل وكان في حاجات سيفير، هندخل بقى في كاتيجوريز اوف ايه، alarming signs of immunodeficiency and other structural diseases. خرج من الايه، من الانفكشن الطيب اللي احنا بنتكلم عنه، دخلنا في الانفكشن الشرير. يبقى دي اول كرايتيرين 2 مايل كيسز اوف نمونيا. طب وات اباوت كرايتيرين 1؟ كرايتيرين 1 ان يبقى فيه عدد معين من respiratory tract infection وممكن يبقى واحد منهم ايه، مايل نيمونيا. العدد ده حسب السن بقى، يعني من سنه لثلاث سنين لو ست انفكشنز وطالع، المجموعه اللي بعدها خمسه وطالع، السته واقل من 12 اكتر من او يساوي ثلاثه respiratory tract infections وطالع، لقينا المنظر ده هنقول ان هو recurrent respiratory tract infection. الحقيقه اردن ده جاي من ميتا اناليسز محترمه جدا جدا، وانا شخصيا يعني اعتبر ده شيء دوكيمنت قويه وممكن نمشي عليها، بس ستيل اول اوف ذيس ار يعني وذ نو ايفيدنس، يعني مفيش حاجه كات اوف بوينت ولا حاجه ايمونولوجيكال ولا حاجه في ايدينا ولا حاجه في البيشنت كرايتيريا تقدر تقول ان دي كات اوف بوينتس يعني، ولا تقدر تقول ان ده يتوقف عليه علاج معين في ده عن ده، كلها استنس. لكن احنا بنقول ان الاسم ده one of the most powerful ones، لان هو جاي عبارة عن extract of the all of these studies، عشان كده احنا يعني بنثمنه جدا وممكن نمشي عليه. طيب امال الانفنس اخبارهم ايه عندنا؟ الاستادي دي منشورة 2008 في اليوروبيان ريسبيراتوري جورنال، وطبعا قبل الكوفيد وقبل كل ده، بتتكلم على الفيرال انفكشنز في الانفانت وذ ريكيرنت ريسبيراتوري إلنسز بقى دلوقتي ابر ولور وكله. الاستادي دي من جمالها يعني انا هقعد اتغزل فيها شويه. دي عباره عن استادي اتاخدت من استادي ثانيه، يعني سبستراكشن من استادي اسمها كوست. كوست دي اللي هي تشايلد هود اوريجين اوف ازما. دولت عباره عن 285 انفنت وذ هاي ريسك فور ازمة، يعني عارفوا منهم هاي ريسك اوف ازمة ان ابائهم عندهم باترنال سنسيتايزيشن او ازماتيك بيرنتس، يعني اما هم عندهم سنسيتايزيشن اتوبيك يعني، يا اما هم ازماتيك بالفعل ابائهم، فبالتالي الاطفال بالبديهه عندهم ريسك اوف ازمة. وخدوهم من اول بيرث سينس بيرث اند فولو اب تيل ذا ايج اوف 1 يير. قعدوا بيتابعوهم، بيتابعوهم بايه؟ بنيزل واش. لو حصل للولاد دول اي moderate to severe respiratory illness، وديهم الاختصار ده moderate to severe، او لو بقى يعني past peacefully ومفيش اي مشاكل حصلت، يبقى فين؟ يبقى اخدوهم في regular 5 schedule visits تقريبا عند المواعيد بتاعت التطعيمات 2 و4 و6 و9 و12 تقريبا. ليه؟ هدفهم يعرفوا الفيرال الانفكشنز هي اللي بتعمل الكلام ده ايه، وشويه اسئله جميله قوي هترد على تساؤلات كتيره قوي كانت عندنا كلنا. وبعدين يعرفوا هل الاسيمتوماتيك ده عنده انفكشنز فعلا ولا لا، ولا ممكن يكون في فعلا فيرال موجود بس مش اسيمتوماتيك. شويه اسئله كويسه قوي. طيب ايه الريزلت بتاعتهم؟ اولا الديفينيشن اوف فريكوينت illnesses في السن ده، ما ننساش ان هم خدوا اطفال والهاي ريسك فور اسم، يعني دول مش التيبيكال تشيلدرن اوف ذا هول بوبوليشن، بس هي اللي استادي ان فيها فولو اب، فدي از فيري اليجيبل فور دوكيومنتيشن، يعني ان احنا نعتمد عليها. قالوا ايه؟ قالوا اولا الفريكوينت illnesses دولت at least 5 moderate to severe illnesses at infancy، عشان نقول عليها انها frequent illness. frequent اللي هي بنقول احنا بكلمه ثانيه recurrent. وجابوا منين كلمه الخمسه دي؟ جابوا التوب 10% of children اللي جايبين، يعني اكتر ناس جايبين infections مين 10%؟ 27 طفل، لقوا هم دول عندهم خمسه، فقالوا خلاص يبقى احنا هناخد cut off point of خمسه، ده هو ده اللي جايب لنا ال 10%، فالتوب 10% ده وقف عند الخمسه اتاكس، يبقى قلنا فادوا الديفينيشن ده للريكيرنت او فريكوينت illnesses في الانفانسي. تاني حاجه ريسك فاكتورز طلعوا لنا، لقوا ان الريسك فاكتورز الفيري يعني كليرلي اسوشيتد وذ فريكوينت انفكشنز هو الاكسبوجر تو اذر تشيلدرن. يعني ايه؟ كل الولاد اللي عندهم ريكيرنت انفكشنز دولت لقوا عندهم يا اما كانوا اتندنج داي كير بدري قوي، يا اما عندهم اخوات
ده سيمبل يعني، حتى لو هو مامته قاعده في البيت، عنده اخواته بتروح المدرسه، بيشوفوا ناس اطفال اخرين ويجوا ينقلوا الانفكشن، يعني لا مفر. وبالتالي من هنا احنا نقدر نستنتج احنا كناس يعني بندي كونسلتيشن للمذر، ان هي ما تلومش نفسها قوي وتجلد نفسها قوي ان الولد عشان هو نازل من بدري قوي قوي فهي كده يعني مجرمه في حقه، فانا لازم اسيب الشغل علشان علشان. ولكن هنا في نقطه، هي الفكره هو الاختيار الجيد للمكان الكويس اللي ما فيهوش زحمه كتير، اوفر كراودنج، احط فيه ابني. يعني مش معقول احط ابني في مكان في زحمه رهيبه واقول انا كده مفيش مشاكل، انا بيس اوف كيك كده، انا عادي، هو كان عنده اخوات. لا، هو لازم يبقى مكان الى حد ما مش كراودد، اكسبوز لاذر تشيلدرن، بس ما فيش اوفر كراودنج، لان الاوفر كراودنج دي زي ما هنشوف بعد كده اصلا وان اوف ذا ريسك فاكتورز اصلا اوف ريكارنت انفكشن. فاحنا لازم نوازن المعادله. لو الام عندها قدره واستطاعه انها تاخد اجازه وتقعد ابنها، احنا بنقابل القصه دي في براكتس كتير قوي، ان الام تسالني ده يعني اسيب الشغل واقعد اخد اجازه واقعد؟ انا بقول لها انا شخصيا بقول لها لو تقدري تاخدي اجازه من غير ما تضحي بشغلك ومش هياثر على دخلك وعلى حياتك، اتس بريفربل انك تقعدي بيه. ديفنت لما يتعرض لاثنين ثلاثه من اخواته، غير لما يتعرض لل 20 ولا ال 10 اللي في الحضانه، ولا الله اعلم الحضانه فيها ممكن يبقى 100 ولا 50، الله اعلم بقى بتودي فين. فلو هي تقدر زي شي كان افورد without much losses go on. ولكن التي لا تستطيع احنا مش هنجلدها، يعني كل واحد الا يكلف الله نفسا الا وسعها. كانت سؤال جميل قوي جاوب عليه، هو characteristics of infants with frequent illnesses. مين بقى ال 10% دولت اللي هم 27 طفل من 285؟ ايه بقى اللي لقوه يعني ايه مميز قوي فيه؟ اولا لقوا ان هو عندهم ويزنج اكتر من الاطفال التانيين اللي عندهم مايلد بس مش مودريت تو سيفير. لكن يعني دولت الناس العاديه اللي بيجيلهم مايلد بيجيلهم بس راينايتس بتاع كلام كده، فيفرز بسيطه، لكن الاطفال اللي عندهم مودريت تو سيفير انفكشنز بيجيلهم ويز كتير قوي، بياخدوا كورتيكوستيرويدز كتير قوي، بياخدوا انتي بايوتكس كتير، مور اسيمتوماتيك وميكسد فايرال انفكشنز. لو حتى هم اسيمتوماتيكس عندهم فايرال انفكشن في النيزل واش، وعندهم ميكسد فايرال انفكشن مش واحد بس، ومور لايكلي تو هاف ماتيرنال هيستوري اوف اسما. وهنا لنا وقفه، لما احنا دايما بنقول ان احنا في الميديكال انترفيو اي شود تيك ذا هيستوري اوف اتروبي اوف ذا بيرنتس، ذس از امبورتنت. بالذات هنا الماتيرنال، ماتيرنال او باترنال الحقيقه، بس يعني هنا في الاستادي طلعت الماتيرنال هيستوري في اسمه مهم قوي، فانا لازم اساله حتى لو ما قالتليش عشان انا اتوقع الطفل اللي قدامي اللي جاي لي ده وارد يحصل له ريكرنس ولا مش وارد، ليس بالضروره ولكن وارد ولا مش وارد. ولو هي كانت بتشتكي لي ان هو فعلا بيجي له ريكرنس، اعرف ان القصه هو عنده صورة اتروفي وبالتالي هو مور لايبل، مش جاست ان اوفر كراودنج، ومش جاست، لا هو في جيناتيك اليمنت مهمه برضه في الموضوع. طيب ايه كمان؟ قالوا لنا ايه الفيرال ايتيولوجيز؟ بيليف اور نوت، اشهر فيرال ايتيولوجي للمودريت تو سيفير انفكشنز هو الراينو فيروس. الراينو فيروس ده اللي هو المفروض بيعمل كولد العادي، لكن هو واز ذا موست كومن تو كوز مودريت تو سيفير انفكشن سواء ابر اور لور. يليه هنا من الاكثر يعني من مور كومن او مور فريكوينت للناس ريسبيراتوري سينسيشال فايروس، ادينو فايروس، بار انفلونزا فايروس، انفلونزا، ذن هيومن ميتانيمو فايروس، كورونا اند انتيرو فايروس. طبعا كورونا الطيب بتاع زمان بتاع 2008 مش بتاعنا. طيب ايه كمان؟ جاوب على سؤال لطيف، الفيرال ايتيولوجي اوف ويزنج. احنا عارفين ان في البرونكيلايتس الريسبيراتوري سينسيشال فايروس ده هو اللي بيعمل ويزي في العيال الانفانتس لما تبقى فيرست تايم. لا، هم هنا بيقولوا الفيرال ايتيولوجي اوف ذا ريكارنت ويز، هل هو فعلا الريسبيراتوري سينسيشال؟ لا، هو الراينو برضه. 78% من الاولاد اللي كانوا بيزيقوا لقوا عندهم راينو فايروس، اللي هو بيعمل ايه؟ اللي بيعمل ابر، اللي هو بيعمل كومن كولد، الموست كومن في كومن كولد. يعني الولد اللي عنده كومن كولد ده وعنده راينو فايروس ده وارد ان هو يزيق، مش عشان هو برونكيلايتس ولا حاجه، ده ممكن يكون ايه؟ ده ممكن يكون من الراينو فيروس، بس بشرط it is not the first attack. يعني برونكيلايتس ليها كرايتيريا فور دايجنوستس، لازم تبقى the first wheezy attack. الريكارنت wheezy attack ممكن يكون active infection من الراينو فيروس والطفل زيق عليه، followed by respiratory syncytial then the other viruses. ادونا ديفينيشن كويس قوي فور برولونجد النس، ان هو اقول امتى يعني الام بتسالني يعني الانفكشن ده هيقعد قد ايه؟ الحقيقه ده بنشوف في براكتس كتير قوي. بنقول لها والله هو الاكيوت كونديشن الفيفر وبتاع ممكن تقعد لها 3 4 ايام، ممكن اقل اكتر، لكن اكشولي يعني انت في خلال الاسبوعين بيبقى خلاص كل الامور بقت هادت جدا وبقت تمام، وهتبقى خلاص ما فيش راينايتس، ما فيش لو
فضلت اسبوعين واكتر بنسمي ده prolonged illness and we should search beyond this. ده مش مجرد كولد عادي ولا مجرد انفكشن عادي، لا ده ممكن يكون في complications حصلت انا مش واخده بالي منها، او يكون في underlying pathology عند الطفل ده مخلي يبقى في prolonged disease every time. وزي ما احنا عارفين دايما بنقول all the time a first time should be present، يعني لازم في اول مره حتى في الطفل الكرونيك ده. فانا يعني بختي لو جه في اول مره لازم ابقى يعني منتبهه ومطرطقه وداني كده ومركزه ان اي حاجه يعني تعدي عليا النورمال او uncommon ما ينفعش ان انا اعديها اقول هو كله زي بعضه، لا لازم ادي شويه وقت تاملي كده في كل طفل عشان اعرف ما هو beyond this child. حتى لو ما عرفتش اقدر ادي alarming يعني instructions للمذر when to recur. وقالوا سؤال حلو قوي كنا بنسأل عليه، هل ينفع فيروس يدخل على شغل فيروس تاني اخوه؟ ينفع صنايعي يدخل على شغل صنايعي تاني؟ طيب ينفع الفيروس نفسه يكمل يجي تاني لنفس العيل؟ ما هو لسه جاي له. اه ينفع، كله ينفع. الفيروس بيدخل على اخوه زي ما شفنا قبل كده ان في بيرسنت اوف ميكسد انفكشن بتحصل ويبقوا الميكسد دول فايرال. احنا متعودين الفايرال اللي بيبيف الانفكشن بيف ذا واي فور ذا بكتيريال انفكشن، لا كمان يبقى ميكسد فايرال. اه ينفع وبنشوفها كتير ونشوفها في البي سي ار وفي الكالتشرز بتطلع. طب نفس الفيروس؟ يس نفس الفيروس ممكن يجي ويقعد اسبوعين فري وانتهى الامر ويجي نفس الفيروس تاني. يس ذس هابنز. 5% من كل الانفكشنز بتوع الاولاد دولت كانوا ريكرنت. واشهر واحد كان بيعمل ريكرنت انفكشن يعني هو نفسه يجي كذا مره كان ادينو فيروس، يلي الراينو يلي ريسبيراتوري سينسيشن ذن هيومن ميتانيمو فيروس. في ميمكس للريكرنت ريسبيراتوري تراكت انفكشن يعني ايه؟ يعني كومن كولد ده مثلا لازم افرقه عن الالرجيك راينيتس طبعا قولا واحدا. يعني ايه؟ انا بقول دايما الالرجيك راينيتس ار نيزل سيمتومز ان بتوين كولدز وذاوت كولدز. يعني الطفل اللي عنده نيزل سيمتومز في كومن كولد ده ذيس از كولد، ده مش الرجيك راينيتس. الرجيك راينيتس ده لازم يبقاش عنده دور برد مش حاجه اكيد، لا حاجه مكمله ومعاه بقيه السيمتومز، يبقى لازم فرق بين الاثنين. ده هياخد حاجه وده هياخد حاجه تانية. الكوف ممكن تبقى برونكايتس وممكن تبقى حاجه تانية، ممكن تبقى ازماتيك جيرد الرجيك راينيتس. نلاقي كتير قوي اطفال عاملين ياخدوا كوف سيرابس وبتاعه كلام من ده، هو الولد يعني مالتي تريجر ويز مثلا محتاج ياخد بخاخات، او العكس هو عمال ياخد ستيرويد وبرونكودايليترز وهو بيبقى برونكايتس وبرونكايتس عايز علاج، وممكن تبقى بروتراكتد تدخل برونكياكسس. فلازم افرق بين الاثنين. لو الرجيك راينيتس بوست نيدل الشار ديسشارج هيبقى علاجه انتي هيستامين ذا سمبل كوف دي وهتختفي بعدها. طيب تونسيلايتس ولا فرنجايتس؟ هل في تونسيلر افكشن؟ في باس؟ في بكتيريال ولا فايرال؟ ونمونيا، هل دي نمونيا فعلا ولا فايرال انديوز ويد تشست؟ لان كتير قوي من الامهات يقولوا الولد حاجه بالتهاب رئوي 5 مرات 10 5 مرات 6 مرات 10 مرات. في 10 مرات فعلا يا ستي متاكده اه التهاب رئوي، الدكتور يبقى كاتب لها التهاب رئوي. طب نسال على التفاصيل بقى، الولد كان مزيق؟ اه مزيق. كان بياخد جلسات في المستشفى يا ستي؟ اه كان بياخد جلسات في المستشفى. وكتبوا له كورتيزون؟ اه كتبوا له كورتيزون. طب ما ده كده ويد تشست، ده ما اسموش كده نمونيا. تو اور مور نمونياز دي requiring admission، ده يعني سيفير نمونيا، دي حاجه مش سهله خالص، دي حاجه نيز انفستيجيشن ثار انفستيجيشن. يبقى لازم اميز حتى لو بلد الامر لي اماني بالهيستوري كده انها نمونيا، لكن I should search for the details. الشيطان دائما يكمن في التفاصيل، لازم ادي وقت حلو قوي عشان افهم، ولو فهمت هعرف امشي على الطريق المظبوط. Know your enemy. What is the etiology؟ etiology بيختلف upper respiratory tract infection versus lower. هل الطفل ده immune competent ولا immune deficient؟ هل ده CF cystic fibrosis ولا non-cystic fibrosis bronchiectasis؟ ممكن يبقى viral, bacterial, fungal, protozoal, others, even حتى parasitic. كل دي etiologies، لكن يظل the most common cause of infection in the below 5 year infants children is the viral infections. حتى لو كان complexed by secondary bacterial infection. The consequences of respiratory tract infections يمكن اتكلمنا عنها شويه، بس انا يسترعيني جزء مهم قوي، ان هو مهم قوي لانه بيأثر حقيقي على حياه الاهل جدا جدا. يعني انا ممكن اكون دكتوره وبشوف حالات سيئه جدا في المستشفى، واشوف حاجات يعني مور كومبلكس، وبالنسبه لي اللي عنده كولد ده وبيجي لي في العياده ده يعني بتدلع ده يعني ولا ايه ده؟ انا بشوف سي اف وبشوف ناس كده وبشوف يعني الناس تعبانه واللي برونكياكت كل اللي بيموت.
لا هو الامر مش كده، هو الامر فعلا ده بيسبب مشكله. انا لو صباعي بس وجعني مش هعرف اكتب بيه، فبالك لما يبقى طفل تعبان all the time بيعمل great disturbance. الاهل ما عندهمش الخلفيه العلميه بتاعتي عشان يعرفوا ان دي حاجه بسيطه، بيبقوا قلقانين هو الولد ماله. ما فيش حد بياخد خبرات الاخرين، يعني ما بقاش في كوميونتي بتاع الحما والام وكل العيله اللي قاعده مع بعضها وكل واحد بيفتي كده الفتوى دي. لا هو بيبقى قلقان مش عارف ابنه ليه دايما تعبان. يبقى دي نقطة مهمة to be considered، لازم اهتم بيها واديها وقتها. كمان بصوا، دي antibiotic overuse and bacteria resistance مهمة قوي. يعني ال overuse of antibiotics ادى الى bacteria resistance اللي انا مش عارف في الاخر استخدم antibiotics دي في ال more important بقى infections اللي محتاجة فعلا. لدرجة ان 60% of all antibiotic prescribing in general practice في بريطانيا من ال respiratory tract infection. يعني سواء بداعي او غير داعي. في نقطة تستطرعيني جدا جدا وتهمني، decline in lung function. هل respiratory tract infections هتعمل decline in lung function؟ يا للهول. Yes it does. ليه؟ لأن ال recurrent respiratory infections دي لو حصلت عند طفل atopic، يعني هو عنده future asthma، he's a future asthmatic child، وانا عارفه الكلام ده او متوقعاه لكن ما اقدرش احسمه، لكن هو من البدايه هو يعني ويزي ريكرنت ويزي مع كل انفكشن. Yes studies proved that untreated asthmatic children will suffer from future chronic obstructive pulmonary disease COPD. الطفل اللي ما بياخدش علاجاته وبخاخاته وحاجته وهو صغير بيبقى اكثر عرضه لهذا وهو كبير، خاصه بقى لو ربنا ابتلاه وبقى بيشرب سجاير سموكر، او هي او هو قاعد في وسط في سموكرز حواليه، طبعا ده هيزيده الطينه بله. ف ليه برضو؟ ليه؟ لان اللانس سبحان الله العظيم من الاورجنز اللي بتستمر في النمو لحد سن 8 سنوات. The maximum growth of the lungs occurs in the first 3 years of life, then it continues till the age of 8 years, the stage of late alveolarization. So all of these, any trauma في اللنج او lung injury في الفتره دي عامله كده شبه السريبرا بورسي كده اللي بيحصل له brain injury في الكرون brain، هي نفس القصه بتسيب علامه. فانا لازم اخلي قوي قوي من الطفل في السن ده، عشان كده في ستادز كتير قوي بتتكلم على الاوريجنز اوف لانج ديزيز تشيلدرن اوريجن، يشوفوا سي او بي دي ده هو صغير كان عامل ازاي، ويتابعوه من هو صغير لحد ما يبقى سنه ادلت عشان يشوفوا جاله سي او بي دي ولا لا. فدي نقطه مهمه قوي قوي، ما ينفعش ان الاهل مجرد ان هم مش مشكله كل دور برد بيجي يديله ستيرويدز ومش عارفه ايه وبرونكو دايليت الاورال سيستميك وبيعدي. لا، هيز لانج از دامجد، از بينج دامجد. اوكي، what are the risk factors بقى respiratory tract infections دي؟ ايه اللي يخليني يعني اتوقع ان هذا الطفل اللي هيجي له respiratory tract infection او recurrence؟ في حاجات physiological وجينيتكس وفي حاجات environmental ممكن اتحكم فيها، وحتى الحاجات physiological وجينيتكس sometimes they can control. زي ايه؟ family history of atopy زي ما قلنا قبل كده، عنده ريسك maternal risk، ممكن هو يجي له دي بقى topic نفس الفكره، والatopic ده في حد ذاته اللي عنده allergies ده عنده allergic مارش atopic مارش ده liable recurrent infection زي ما شفنا في الاستادي اللي فاتت. low birth weight زي ما كان concluded او premature birth حتى لو ما كانش عنده chronic lung disease more liable for recurrent infections. sometimes physiological abnormalities of the airways لو عنده GERD طبعا ده risk factor محترم جدا من infection حتى لو كان يعني mild degree. لا ما هو دايما بتلاقيهم مزيقين وتعبانين وممكن يمبروف التزييقه دي على الانتي جلود ميجرز. ميل جندرز يا عيني، هو دايما دايما القاعده بتتقال ان الميلز فيميلز هاف مور بوتنت اميون سيستم، عشان كده تشايلد هود دايما الميلز يبقى عندهم مور انسيدنس اوف ريكارنس اوف انفكشنز في كل جسمهم، بينما الفيميلز عندهم مور انسيدنس اوف اوتو اميون ديزيز ليتر ان لايف، عشان من كتر ما هي عندها ايميونيتي فظيعه قلبت لاوتو اميون ديزيز عندها. فدايما نلاقي الميلز موجود ومصوف دايما البريدر بتاعه اكتر في الانفكشنز في الشايلد هود، بينما الفيميلز اكتر في الاوتو اميون ديزيز زي ما كنا عارفين. طبعا كرينيفيشال ابنورمالتيز اكيد هتاثر على الاسبيريشن وعلى السوالوينج وعلى كل حاجه وتخليه مور لايبل فور انفكشنز. امال وات اباوت ذا انفيرومنتال ريسك فاكتورز بقى؟ دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها، دي اللي احنا هنعملها modification in our counseling. non breastfeeding at all او early weaning دلوقتي فيها عيادات متخصصه كامله
للريانترودكشن او ريجينينج فور ذا بريست فيدنج. حتى لو الام بقى لها فتره وما فيش لبن في صدرها او بينزل قليل قوي، دلوقتي احنا عندنا عيادات متخصصه كامله لارجاع اللبن او الايرلي ويننج، ان هي وقفت اللبن في وقت بدري. حتى لو الطفل بيرضع باطل من حقه يكمل سنه ونص لسنتين بالباطل برضو عادي، ياخد لبن كامل في فترته كامله. attendance at daycare centers and early socialization، العيل اللي بيستدي الطلق في كل حته ده في الشارع وفي البتاع، فعلى طول بيجي له انفكشنز. هو ما بيبقوش جريف وبيبقى متعايش، بس على طول كده تلاقيه بربر كده وبيرشح وبيعمل وتعبان عادي. لارشن سايز كول ايج سيبلينج طبعا، اوفر كراودنج زي ما قلنا ده في حد ذاته ريسك فاكتور. سموكينج، الحقيقه كل واحده من دول ايتم يعني كان يكتب عليها كلام كتير قوي، بس عشان الوقت ما يسرحش بينا ليه كلام كتير. سموكينج وان اوف ذا موست كريتيكال وريسكي ريسك فاكتورز الحقيقه في الريكفري. وان اوف ذا موست افيشنت يعني بريفنشن ستراتيجيز از بريفنشن اوف بارنتال سموكينج. مش بريفنشن يعني ان هو يبطل، اتليست ما يشربش سجاير قدام الطفل، والام الحامل دي ما تقعدش جنب حد بيشرب سجاير. جوزها لما يشرب يشرب في البلكونه، يشرب بره المكان، وما يشربش في مكان ممكن الطفل يجي عليه، لان في حاجه اسمها ثيرد هاند سموكر، اللي هو الطفل اللي بيجي الشخص اللي بيجي في مكان كان قبل منه حد بيشرب سجاير. To that extent smoking is dangerous and hazardous for the respiratory system، بالذات for this developing immature lungs. Of course malnutrition anemia ريكتس كل ده بيأفكت الاميونتي، بالذات الريكتس والفيتامين دي ديفيشنسي، وده لينا كلام فيه كمان شويه. انه لا استاديز كتيره جدا فيتامين دي از نوت ا فيتامين، از هرمون، ده ليه امبورتنت رول في الاميون سيستم وفي السايكولوجي وللكل البادي سيستم، از هرمون اكشولي. فطبعا طبعا الفيتامين دي ديفيشنسي من الحاجات المعروفه جدا بتعمل مش بس كمال فانكشن الاميون سيستم، لكن كمان علشان بتعمل هايبوتونيا وبتعمل ديفورمتي للشيست كيج، فده بيبقى مور بري ديسبوزنج فور انفكشنز. طبعا incomplete immunization، خلاص الفاكسين اللي راح يبقى مور لايبل الطفل من يجيله الانفكشن ده. ستريسز عموما physical intense exertion، الاطفال اللي بيقعدوا يلعبوا 3 4 5 6 7 رياضات، الاطفال اللي بيشتغلوا في سن مش بتاع شغل، كل ده ستريسز كتير سواء فيزيكال او ايموشنال حتى برضه بيفرق جدا. exposure to pollution زي ما قلنا اللي بره واللي جوه، الدامبنس الرطوبه الجامده، اليوز اوف باسيفايرز، اليوز اوف باسيفايرز اللي هي التيتينا دي يعني واحد من الويل نون ريسك فاكتورز في اوتيتس ميديا واوف كل انفكشنز عموما وفي دايريا وفي كل حاجه. الحقيقه نونسنس خالص، واحنا يعني وي ادفايز اجينست ذا يوز اوف باسيفايرز. هي الام بس تهدي اعصابها شويه، هو الطفل هيبقى هادي، مش لازم كل حاجه نهزه جامد ونزعق له جامد وهو يبقى حلو كده. طيب بوتل فيدنج، في ستادي لطيفه جدا مناسبه البوتل فيدنج دي ان برون بوزيشن، دي معروفه جدا انها بتعمل اوتيتس ميديا وبتعمل ميني ريسبيراتوري سيمتومز، وبتعمل كمان ميلك كارز يعني بتخلي اسنان الطفل تسوس، واسنانه دي لو سوست اسنانه الجديده اللي بعدها هتبقى مش كويسه، مش عشان هي يعني ميلك تيث فاحنا نرميها خلاص مش مهم هتطلع غيرها، لا هي هتاثر عليه جدا بعد كده. طبعا بارنتال ليترسي ولو سوشي ايكونومكس زي ما شفنا الامباكت بتاعها في المورتاليتي طبعا بيفرق جدا وفي السوق وفي الكير. والبرولونج البيت تايم بوتل فيدنج، وده اللي انا هتكلم عنه كمان شويه. يبقى احنا لو شفنا كده المنظر قدامنا، في حاجات ممكن تبقى موديفايبل او ممكن اتعامل معاها زي الفاميلي هيستوري والاتوبيك الالرجيز اللوبر سويت، الحاجات دي كلها كمانج يعني ابتدي ادي مور نيوتريشن، اعالج الجيرد، اصلح كيميفيشن انورماليتي، اعالج الاتوبيك، كل ده انا ممكن اتحكم فيه. طيب والانفيرمنتال ريسك فاكتورز بقى اللي ممكن اعملها، اللي ممكن اتصرف، مش هتصرف في اللارج فاميلي سايز طبعا ولا في السيبلينجز ولا في البولوشن اللي ما اقدرش اتكلم فيه، بس مثلا البريس فيدنج لازم اعمل كونسلنج كويس والام تكمل، الدي كير سنترز يعني بلاش الايرلي سوشياليزيشن او اختار مكان مش اوفر كراودد، الستريسز اقللها، الفاكسينيشن اكملها، النيوتريشن اصلحه، الباسيفارز اوقفها. فدي يعني اظن المنظر ريسك فاكتورز كتيره، لكن موست اوف ذيم كان بي مانجد وكان بي موديفايد، بالذات ما ننساش السموكينج ات افري فيزيت على اي ديزيز العيب بيشتكي منه، حضرتك بتدخن يا ريت بعيد عن الطفل. الاستادي دي معموله على برولونج بيت تايم باتل فيدنج وريسبيراتوري سيمتومز، دي استادي جميله قوي كانت 2011 عملوا فيها ايه؟ ايه الديفينيشن اوف برولونج بيت تايم باتل ده؟ ده الاطفال اللي بياخدوا باتل فيدنج مبدئيا مش بريست فيد. ده الاطفال اللي بياخدوا البوتل في خلال ساعه قبل ما يناموا او خلال هما نايمين بياخدوا بوتل. لقوا ان الولاد دول خدوهم بحيث يكونوا بيشتكوا من ريسبيراتوري سيمتومز. ايه الريسبيراتوري سيمتومز اللي العيال دي بيشتكي منها؟
كوف، سبيوتم، رينوريا، نيزل اوبستراكشن، ويزنج، ودسنيا. العيال دي بتشتكي من القصه دي على طول خلاص، وبتاخد بوتلز فجابوهم، وبتاخد بوتلز بالطريقه دي اللي هي فيها عندها برولونج بيد تايم بوتل، فجابوهم 44 طفل. وبعدين منعوا خالص الايه البوتل فيدنج دي، البرولونج بيد تايم بوتل فيدنج، قالوا لهم يا جماعه ما ترضعوش العيال دول بالبوتل في خلال ساعه من النوم، ولو نايمين ما ترضعهمش بعض، ولو قاموا زنوا وعيطوا بتاع هدهدوهم، اعملوا اي حاجه، شربوهم بق ميه، المهم ما يرضعوش خالص خالص ايه طول ما هو نايمين بالليل لاكثر من 8 اسابيع. وتابعوا الموضوع كله لحد بعد 6 شهور، لقوا ايه؟ لقوا ان respiratory symptom scores were significantly decreased in infants who stopped bedtime bottle feeding. يعني بصوا قد ايه موديفيكيشن هيلثي اديوكيشن صغننه قوي ممكن تفرق. احنا فعلا بيجي لنا اطفال كده مش عارفين بيكحوا، يعني ما فيهوش حاجه، الواد اسمه ايه؟ ما فيهوش حاجه يعني، ماله ليه عنده على طول ديسشارج كده، الواد مبرور على طول، ليه دايما كده؟ ليه دايما بيكح كده من غير ما يبقى سيد ولا مزيق ولا في دكتني ولا في اي، ليه دايما اخير مسدوده؟ This may be a cause. يبقى انا لما اخد الحته دي في الهيستوري انا مش هخسر حاجه، وهبقى ادد جود فاليو. طيب if we wanted to classify بقى، هكلاسيفاي الريسبيراتوري تراكت انفكشن ده يا فيسيولوجيكال يا اما باثولوجيكال. الحقيقه فيسيولوجيكال دي كلمه يعني مجازيه، هي موجوده في بعض الليتريشرز يعني، بس هي كلمه راقت لي جدا، لان هي بتوصف ايه؟ بتقول ان most children with respiratory tract infection do not have any serious underlying immunological or non-immunological pathology. دي حقيقة، اغلبهم اطفال بيكبروا وخلاص، عيل وبيرشح، ايه المشكلة؟ حيل واحدة كويس، ودي الحقيقة اللي بنشوفها. وكانوا بيعزوا ده ان ده ممكن يكون بسبب ال development of immature immune system في الاطفال دول، اللي هم لما يكبروا هيبقوا كويسين فيما بعد. As well as he is growing well and developing well. هو كويس ماشي تمام ولنجوت خلاص، احنا كده يعني مطمنين. طيب امال الباثولوجيكال ريسبيراتوري تراكت انفكشنز، الباثولوجيكال دول عندهم مشكله. دولت not growing well or not developing well. هنا alarming sign، ده بيقول لي ان هو عندهم يا اما structural abnormality، functional abnormality، يا immunodeficiency. خلينا نشوف كده ايه هي الالارمنج، ايه هي الحاجات اللي ممكن تكون عندهم. ممكن يكون عندهم structure problem، في مشكله يعني اختلاف خلقي، يعني الاولاد دول موجودين congenital problem anomaly او problem، زي ايه؟ زي congenital thoracic airway malformation او airway malformation from nose to lungs، مش بس في الثوركس، من اول الكوين الاتريجي لحد ما اللنج هايبوبليجي. طيب ممكن يبقى بروتراكتد بكتيريا برونكاتس وبرونكياكس، بس تشينج في الاستراكشر طبعا ديفنت لحياه خوفري كانت انفكشن. لو في اكوايرد ايروي اوبستراكشن، يعني فورم بودي فور اكزامبل اوبريشن فروم اوت سايد، تي بي، ماسكل سكيلتال ديزيز فور شور، زي دوشان ده البروتوتايب بتاعنا، كونجنتال هارت ديزيز، لانج بليثرا. ممكن يكون فانكشن ابنورمالتي زي الحاجات اللي بتاثر على الميوكوس كليرنس اند اير واي كليرنس، زي سيستيك فايبروسيس، برايمري سيريال ديسكاينيجيا، سوالنج ديس اوردرز، اسبيريشن سيندرومز، ديفيوز لانج ديزيز اند شالد هولد انترستيشال لانج ديزيز. كل ده طبعا هيعمل ريكارنت انفكشنز وريكارنت سيمتومز عموما، يعني فاسكولار لانج ديزيز، اوتو اميون ديزيز، اميون ديفيشنسي، كل دول ممكن يبقوا موجودين في الباثولوجيكال. يبقى انا لازم ابيك اب ذيس تشيلدرن عشان في سبيلي ان انا اعالج دول، هم دول مهمين بالنسبه لي، انا خايفه منهم، اللي انا لو مسد العيال دول هيضيعوا. الاولانيين دول طبعا اهاليهم تعبانين وفي مشكله وما بيحضروا على الشغل وتعبانين، بس التشايلد نفسه انا مطمنه عليه مور اور ليس هيعدي كل ده، لكن دول مش هيعدوا لو ما اكتشفناهمش كويس ولحقناهم من بدري علشان نعمل لهم ذا sufficient prevention and management. Not growing well and not developing well. What are the red flags of pathological recurrent respiratory tract infections? الحقيقة هما كام جروب كده of alarming signs لازم نخلي بالنا منهم. أول نقطة فيها هي persistence. يا إما persistent symptoms مش بيستجيب، not responding to usual therapies. أزمة حساسية عمالة ما بتفكش ولا على برونكودايليتر ولا على ستيروز ولا حاجة. كحه ويت كوف، كرونيك ويت كوف اكتر من 4 لـ 8 اسابيع ومش بتتحسن. اي حاجه بريزيستنت دي مرعبه، مش بتستجيب خالص.
وطبعا كل سيمتوم ليه الايه الرينج اوف الاستجابه اللي انا متوقعها، يعني متوقعه مثلا البرونكايتس تخلص في خلال اسبوعين، اللي مش عارفه ايه تخلص في خلال، وهكذا. بيرسيستنت ايه تاني؟ افكشن اوف وان اورجن، زي الاكسكلوجن كرايتيريا اللي سمعناها من شويه، اللي هو بس بيجي كل مره في اللانجز، كل مره في النوز بس، كل مره في الميدل اير بس، او لانج سيجمنت زي الرايت ميدل لانج لوب سيندروم مثلا، يعني حته معينه بس اللي مزدوري فيها مشكله دايما. طبعا يعني معنى كده في لوك تحرش او كلابنج، الحي كلابنج ده واحد من الانتجرال بورس اكزامينشن في اي كرونيك سيمبتوم، وبيفرق معايا جدا جدا، حتى ايفن ان ممكن يبقى الطفل عنده كرونيك ديزيز بس لسه نوت يت ديفلوب كلابنج. لو ديفلوب كلابنج ديورنج ذا باث واي بتاعه ديورنج ذا فولو ابس، دي از اومني ساين، يعني ده هو كده ابتدى يدخل في باثولوجي مش لطيف خالص. طيب حاجه ثانيه، انيوجواليتي، يعني اورجانيزم انيوجوال، يعني لما اعمل سبيتوم كلشر اطلع سودوموناس مثلا، ذس از كومبليتلي انيوجوال في الحالات العاديه، في النمونياز العاديه يبقى ده اما اميونو ديفيشنت، يا اما برونكياكتاتيك سيستيك فابروزس بقى، ولا اي برونكياسيد لاي سبب، اوف كورس لازم اشك، يا اما اميونو ديفيشنت اكسترا بالمونري افكشن، لو هو عنده حاجات في اذر ديزيز يبقى ده مالتي سيستم افكشن بقى، يبقى اميونو ديفيشنت ولا اي اذر اوتومين ديزيز. فيلير زي ما قلنا، نوت جروينج ويل، نوت ديفلوبينج ويل، فيلير تو ثرايف، او ويت لوس زي التي بي، او developmental abnormality، او syndromes زي down syndrome liable for recurrent infections. family history بقى، لو الفاميلي عندها حاجه من دول اخاف، خلي بالي عندهم تي بي، يبقى ممكن يكون تي بي طبيعي، واحد من الركائز تشخيص التي بي. sibling death، لو في sibling death، لو في chronic respiratory symptom، sibling death ده بسبب ايه؟ ممكن يكون بسبب lung disease او مشكله تانية اثرت على اللنج مش عارفين، ومات قبل ما يشخص. chronic respiratory symptoms عند الاهل، ممكن يبقى الطفل inherited ليه. انا اذكر كويس جدا كان طفل كانت عندها هايبر اي جي اي سندروم، وبعد ما شخصناه بالهيستوري لقينا ما بتشتكي قوي ان هي عندها recurrent pneumonias وبتاع، واتفاجئنا انها عندها multiple nematocells lung abscess، مش مشخصه في other facility، مش عارفين ايه السبب. اتعمل لها بقى اي جي وطلع عالي جدا، وطلعت الام والبنت عندهم هايبر اي جي سندروم. فيعني ده هابنز ان انت مش مشخص. وطبعا لو في alarming signs of primary immunodeficiency، ايه بقى alarming signs of primary immunodeficiency؟ السايت الجميل ده اسمه جيفري موديل فاونديشن. جيفري موديل فاونديشن ده سايت فور بيشنتس، زي ما حضراتكم شايفين كده بندوس عليه في education materials ونيوز فور immune deficiency كل حاجه. وفي حاجه اسمها ده 10 warning signs of immune deficiency، لو دوسنا عليها هينزل لنا البي دي اف الجميله دي، which is for parents اساسا يعني، لكن هي طبعا طول مهمه جدا، ممكن يستخدمها physicians for screening. في هم 10 warning signs for primary immune deficiency بقى دول، برضه قسمناهم جروبس عشان ما نتوهش. اول جروب عباره عن abnormal frequency of infections، يعني ايه؟ في خلال سنه يجي له ايه انفكشنز اربعه واكتر من كده، او اكتر من اثنين واكتر من سيريس ساينس انفكشن في خلال السنه، او يجي له اكتر من نمونيا. احنا قلنا كلمه اكتر من نمونيا، من تو نمونيا دي كتير، يعني تو نمونيا اند مور دي قلنا كتير قوي في خلال سنه. او لو عنده بيرسيستنت ثراش ستوماتايتس او فانجل انفكشن، ثراش ستوماتايتس عارفين هو اخره في سنه سنه، بيوند 1 يير بيرسيستنت ثراش از ان انديكيتور فور اميونو ديفيشنسي، او عنده persistent fungal infection of the skin ما بيستجيبش العلاج بل بيتزايد. recurrence deep abscess، سواء في السكين او في الديب organs، يعني بيجي له شويه ليفر abscess، حابب يجي له lung abscess، يجي له سكين بس حاجه large abscess كده perianal abscess. الله، هو ما فيش غيرك ولا يجي لك abscess؟ طيب more than two، يعني two or more than deep seated infection including septicemia. infections بقى مش لازم يكون ابسيس، بقى انفكشن يعني اماكن اتيبيكال بما فيها سيبتسيميا، كل مره الواد يجي في شوك ودي اي سي وبتاع ويطلع في الاخر انه ديفيشنت. طب حتى الريسبونس للتريتمنت برضه ده من الارمنج ساينز، زي ان هو يحتاج اصلا يتعالج بانترافينس انتي بايوتيك من البدايه، مش احنا بقى اللي بنديه، مش مثلا البراكتس بتاع ناس كتير انه يدوا انترافينس على طول، لا ده هو مجرد ان هو يحتاج انترافينس تو كلير ذا انفكشن از وان اوف ذا وورنينج ساينز اوف برايمري ايمين ديفيشنس. احنا محتاجين من دول كام؟ محتاجين اثنين واكتر عشان نقول ان احنا قلقانين، فاحنا نروح نسكرين فور immunodeficiency. ايه كمان؟ فيلير تو جين ويت اور جو نورمال، ده واحد من الساينز اوف immunodeficiency الشهيره جدا جدا، عيل ما بيكبرش كويس. وفاميلي هيستوري اوف immunodeficiency طبعا، بالذات في بلدنا احنا عندنا consanguinity كتيره جدا جدا وكتير قوي، يعني احنا عندنا ريكوردز اوف immunodeficiency تشيلدرن يعني مش موجود في اماكن كتيره، اللي بنجيبه احنا في سنه ممكن في ابحاث عندنا بنجيبها في سنه، احنا بنلاقي ناس في اماكن تانية جايبينه في 10 سنين مثلا، عندنا consanguinity عاليه، وممكن في الاسره الواحده يبقى فيها اثنين وثلاثه بنفس الديزيز.
الحقيقة الساينس دي جميلة جدا وأثبتت فعاليتها. وفي سنة 2022 البحث ده اتعمل ايفالويشن اوف ذا 10 وورنينج ساينس في الاسسمنت بقى اوف سكندري ايميون ديفيشنسي، كمان عايزين يعرفوا اذا كان فاليد نستخدمه فور سكرينج فور سكندري ايميون ديفيشنسي اللي هو جينيتك ديزيز اتش اي في يوريميا الاطفال دولت. وحابوا يشوفوا هل ينفع تستخدم الموديل ده ولا لا. والحقيقه لقوا ايوه ان هو valid for secondary immune deficiency، وكمان زودوا عليه warning signs كمان ثلاثه warning signs لطاف خالص، الا وهي chronic diarrhea. yes we see patients chronic diarrhea immune deficient family history of TB و parental consanguinity. طبعا عندهم بقى parental consanguinity دي حاجه نادره بقى، يعني لما تحصل يجي العيل عنده signs يبقى دي حاجه عظيمه. يعني احنا عندنا طبعا consanguinity مشهوره جدا، وزي ما كنت لسه بقول يعني احنا بنشوفها كتير قوي، اسر كامله فيها بالطفلين والثلاثه عندهم نفس ال immune deficiency بينما ال parents are free and they are consanguineous. ده ريسيرش برضو معمول يعني ريكارنت ريسبيرتوري تراك انفكشن في التشيلدرن، جابوا اطفال 25 طفل عندهم 6 سيريس انفكشنز بيقولوا احنا امينو ديفيشنت، وعملوا لهم سكريننج جاست سكريننج كيمي لومينيسنس وامينو فينوتايم للليمفوسايتس. لقوا فعلا من ال 25 دول بالسكريننج العادي في 11 منهم في ديكريز ريسبونس للجرانيوسايتس، والامينو فينوتايبنج للبي سيلز والتي سيلز لقوا في منهم 10 فيهم لو سيلز. وات تو دو نيكست؟ احنا كده يعني ايه المفروض حطينا ايدنا على الامور كلها، عايزين نعرف هنعمل ايه. اجابه السؤال اللي احنا مستنيينه، اجابه السؤال هي to do it well. well يعني بير، جايبه صوره بير اهي. well لازم نعملها صح، الخطوات كلها نعملها صح. نعمل ايه صح؟ ن apply the definitions well، نبقى عارفين هل ده respiratory tract infection ولا لا، في current ولا لا، classify well physiological ولا pathological، لازم نعرف نحطه في الكاتيجوري المظبوطه بتاعته، to diagnose the current attack well، نعرف دي bacterial tonsillitis ولا viral، ده نيمونيا ولا ده ويزي تشست ولا ده مين فيهم، treat the current attack well، اتعالج الوضع الحالي جيدا، stop unnecessary antibiotics، stop unnecessary antibiotics and additive therapies. الحقيقه اللي stop unnecessary antibiotics و antibiotics و antibiotics، وهتستغربوا لما اقول unnecessary antibiotics. yes antibiotics may be unnecessary، ودولك بقول دول ان هم من الاجزاء بتاعت التريتمنت، لكنهم انا هقفلهم لانهم generalized على كل الديزيز. طبعا كل الديزيز انتيتي ليه الspecific treatment، بس most of them المايل فورمز اللي هو الفسيولوجيكال بتوع العلاج most of them share common treatment strategies and at last control modifiable risk factors. الفاكتورز اللي قلنا عليهم كلهم they should be controlled thoroughly screened for and modify. انا بدي نصيحه انك عندك المشكله دي المفروض تصلحيها، مش هقول لها تعزل من البيت، لكن هقول لها تحافظ على الظروف البيئيه نظيفه، تحافظ على بيتها كويس، بلاش رطوبه، تعرض الحاجه للشمس، سموكر يبطل سموكينج وما الى ذلك، بريس فيدنج، كل ده. طيب خلينا نشوف واحده واحده. الريسيرش اللي قلنا عليه من شويه بتاع البريفنشن اوف ريسبيرتوري تراكت انفكشن عمل حقيقه الجوريزم لطيف خالص، واحنا يعني مش هنقرا الكلام صغنن ده ولا حاجه، بس هم عملوا ايه؟ قسموا الريكارنت زي ما احنا قلنا كده، الريكارنت ريسبيرتوري تراك انفكشن ثلاث حاجات، يا اما حاجه لوكالايز في مكان معين، والله لو لوكالايز في انفكشن في اوتيتس ميديا في نيمونيا بتاع خلاص ايه انيشيت سبيشالست انفستيجيشنز، خلاص كل واحد يروح بقى للايه؟ للبيدياتريك بالمونولوجيست بقى يشوف هو ايه سكه الراجل ده، او الاوتو او الاوتو رينولوجيست دكتور الانف واذن بتاعه يشوف هو ايه قصته. يا اما هو من النوع الشرير اللي هو الباثولوجيكال، فاحنا خلاص برضو هنمشي بقى ايه في السكه بتاعت الانفستيجيشن سواء ايميون ديفيشنسي ستراكشر لانج ديز برضو مع السبيشالست بتاعه، يا اما يكون في الحته اللي مسمينها بوليتوبيك ريسبيرتوري انفكشنز بتاعتنا اللي هم حاطوا لها ايه الجدول اللطيف ده اللي احنا لسه متكلمين عنه اللي هو ريكارنت ريسبيرتوري تراكت انفكشنز، وادوا ريكومنديشنز ان احنا ندي ايه انفيرومنتال ريسك فاكتور موديفاي وبتاع، ولو ما ايه ما استريحش والطفل فاضل بيرزيستنت ندخله برضو على الكاتيجوري بتاعت الايه البيرزيستنت سيمبتومز اللي هي فيها الباثولوجيكال ديزيز تو بي انفستيجيتد. طيب ده كلامهم. انا بقى يستريحني جزء لطيف خالص الا هو الريكارنت ريسبيرتوري انفكشنز ان سبيسيفيك اريا، يعني بسيط بصراحه لقيتهم كاتبين يعني ريكارنت فارينج تونسيلايتس
ايه يعني recurrent pharyngeal tonsillitis اكتر من 3 cases of acute pharyngeal tonsillitis in a year؟ يعني نفترض يعني هيطلع ايه تاني يعني غير tonsillitis برضو يعني؟ يعني why it needs a specialist case؟ اولا هو الديفينيشن ده شويه فيه مغالطه، لان according to the American guidelines for auto rhino laryngologist اللي هم اطباء الانف والاذن الامريكان بيقولوا ان الانديكيشن فور tonsillectomy هم ان يبقى فيه اكتر من 7 مرات في السنه pharyngeal tonsillitis، او اكتر 5 خلال في السنه خلال السنتين اللي فاتوا، او اكتر من 3 اللي هي مكتوبه هنا دي، بس during the last 3 years. طيب لو حصل الكلام ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون في ريسك فاكتورز معينه الطفل ده متعرض لها محتاجه تتعالج عشان نوقف الايه الانفكشن ده. زي ايه؟ زي الكرات اكسبوجر فور انفكشن. لو واحد مثلا في ديكير اوفر كراودنج كل شويه يتعرض، او مدرس في حضانه او كل شويه يتعرض للكرات انفكشن، فهو دي هيجي القصه دي. طيب ما العيال الحضانه مليانه عيال، اشمعنى يعني ابننا او اشمعنى العيل ده بالذات هو اللي جاله ريكارنت انفكشن؟ يعني ليه ده بالذات دون على الاخرين؟ طيب يمكن يكون في environmental pollutants، هو قاعد في حته مليانه دخان وسموكرز وبتاع، او ممكن يكون في allergies. يعني ده simple ان هو عنده allergic rhinitis محتاجه تتصلح. لما تتظبط البوست نيزل ده يقف يبطل يجي له recurrent pharyngitis دي. Yes and this is preventable and this should be sought for and this may add a benefit. عشان كده لو جاله recurrent I should search for this. ممكن يكون عنده laryngeal pharyngeal reflux. Yes الحقيقه اللارينجو فارينجال ريفلكس ده بنشوفه في حالات الجيردز، بيبان في اللارينجوسكوبي او برونكوسكوبي، وسمتايمز بنشوفه في حالات الاسبيريشن سندروم اللي عندهم سوالوينج ديس اوردرز. مش لازم يكون ريفلكس من تحت لفوق، هو نفسه عنده ريفلكس اللارينكس مش بيعرف يكوبريت كويس في ديورينج سوالوينج، فيبقى يجي ريفلكس من الاكل اللي هو لسه بياخده على صدره. And this is important and this is preventable and treatable. يبقى لما يجي العيال عنده كتير نوت جاست ان انا اشيل اللوز وخلاص، لا ده ممكن عندي حاجات ثانيه اشوفها. ده في حاجه كمان مهمه قوي 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 قوي، اولا جيناتيك، ممكن يبقى في اميون ديسريجليشن. يعني ايه بقى؟ الولاد اللي عندهم ريكيرنت ريسبيرتوري تراكت انفيكشن تونسيلايتس دولت عملوا لهم كده اميون اسي في ستاديز لذيذه جدا وجميله قوي، لقوا مفاجاه، لقوا ان الولاد دولت عندهم اميون سيستم ديسريجليشن غريب قوي، بحيث ان عندهم تايب اوف ذا تي سيلز بيطلع هيمورال ريسبونس يموت البي سيلز بتاعته هو نفسه، اللي هي المفروض البي سيلز دي مسؤوله عن الايه الكيلينج اوف ذا توكسينز اوف ذا ستريب اللي موجود في التونسلز دي. يعني اصوات طبيعيه البي سيلز بتاعتهم بتطلع انتي توكسين ايمونوجلوبولينز او ماتيريال خلاص بتموت الاورجانيزم ده وبتموت التوكسين بتاعه. اطفال عندهم ريكارن دول لو عندهم بيرسنت كبيره قوي التي سيلز بتاعتهم نفسها باي تريكي واي الاورجانيزم بيعملها بيخليه يموت البي سيلز عشان بي سيلز ما تقضيش على الاورجانيزم ده. فده صوت الاميون ديسريجليشن. الادهى بقى واللي عايزاكم يعني استغربوا منه قوي الانتي بايوتيك ريزيستنس. عملوا بحث جميل قوي، جابوا 80 طفل 80 تونسل تم ازالتهم يعني تونسلكتومي فور ذا انديكيشنز اللي قلنا قبل كده، خلاص هو انديكيتد هنشيل التونسل، وقالوا هاتوا التونسل دي نشوف ايه ده شكلها ايه الباثولوجي بتاعها ولا منظرها عامل ازاي دي. وفوجئوا ان هذه التونسلز عندها في الكريبس بتاعتها بكتيريال بايو فيلمز. يعني ايه بايو فيلمز؟ يعني اورجانيزم بكتيريا وصلت لمرحله ميكويد ستيج. ميكويد دي عامله زي الايه زي السودوموس ميكويد كده، يعني بقت ريزيستنت تو دي انتي بايوتكس خلاص، وموجوده في الكريبس بتاعت التونسلز مهما تدي في انتي بايوتكس ما تتاثرش. وده من ايه؟ ده من الانتي بايوتك ريزيستنس من الاوفر يوز اوف انتي بايوتكس. يعني انا الطفل اللي عماله بديله انتي بايوتكس على الفاضي ومليانه في الكولد العادي هيجي وقت احتاج فيه الانتي بايوتك لنفس الطفل علشان زوره ما يديش نتيجه. احنا هنعرف كمان شويه الانتي بايوتكس تعمل ايه؟ تعمل بلاوي. بليز دو جيف انتي بايوتكس ان راشنال فورم. الانتي بايوتكس دي المفروض ما تتاخدش الا اورال، وما تتاخدش غير ان ليميتد انديكيشنز. الواحد من قله ما بيكتب الانتي بايوتكس احيانا بينسى اسامي الجينيريك الحاجات التريد نيمز بتاعتها من قله ما احنا بنكتب مجموعات محدوده جدا ودوزش معينه وكريتيكال جدا، وبنكتبها في العيانين الكرونيك والعيانين اللي فعلا محتاجين. تز نوت يعني بمنتهى البساطه اكتب اي انتي بايوتيك انا باذيه هو نفسه، مش بس المجتمع، هو نفسه بيتاذى. طيب ومال الكرنت اكيد اوتيتس ميديا بقى؟ الحقيقه دي ليها ريسك فاكتورز، يعني لو لقيتها المفروض ادور عليها. اولا انه ممكن يكون بيستخدم باسيفاير زي ما قلنا، فده طبعا يعني اقول لها وقفي يا ست التتينه، ما هي التتينه اللي عماله تاخده دي عماله بقى هتجيب له ريكارد، خلاص وقفي التتينه راح
short duration of breastfeeding يعني الواد ده يعني اتحرم من الرضاعه الطبيعيه الكامله او حتى الصناعيه، يا دوبك على 6 شهور ولا سنه وفطمته خلاص، او 6 شهور وفطمته. طيب upper respiratory tract infection، ايوه عنده recurrent colds فهيجي له recurrent otitis media، بس دي لا ما باليد حيله بقى، هيجي له مش هنعرف فيها حاجه. او عنده adenoid hypertrophy ودي one of the indications of adenoidectomy، ان يبقى في recurrent acute otitis media. طيب what to do next؟ stop unnecessary antipyretics. هنستغرب ما حد الواد ايه نسيبه يسخن، يعني نديله antipyretic ليه؟ the fever is one of the most important immune mechanisms الجسم ربنا امده بيه. الحقيقه البيبر دي جميله جدا، ريفيو ارتكل اسمه فيفر مانجمنت ايفيدنس فيرسس كارنت براكتس، بيتكلم عن المعتقدات اللي الناس متخيلها من الفيفر، متخيل الفيفر دي مؤذيه، الفيفر ليست مؤذيه، المؤذي هو سبب الفيفر. سمع اتصل فلان حرارته كانت عاليه وصلت 40 والواد جاله حراره على مخه وجاله تشنجات، لا حبيبتي هو جاله منجايتس هي اللي عملت الفيفر. ان ايشو اوف منجايتس نوت فيفر. الفيفر الوحيد المؤذيه هي الهيت ستروك، لانها بتبقى بسبب ارتفاع حراره الجسم without hypothalamic control، لكن الفيفر due to cytokine release this is a fever controlled by the hypothalamus. الفيفر دي بتعمل ايه بنفيشيال؟ exerts an overall adverse effect on the growth of bacteria and replication of viruses، يعني البكتيريا ما تعرفش تكبر ولا replication of the viruses طول ما في فيفر، سبحان الله. طب انا الفيروس مش معايا انتي فايرال اديهوله، اجي احرمه كان الفيفر ربنا حطها علشان تقلل كده، حرام عليا. طيب ايه كمان؟ enhances immunological process، مش بس بتموت الفيروس، دي كمان بتسرع الجسم كله انها تشتغل. البي سيلز والتي سيلز والاميوجلوبولين سينثيسز والفاجوسيتوزس اوف ذا بوليمورفز والحرارات العاليه 38 و39 خفيف منها دايركت بوزيتيف افكت على الليمفوسايت والاميوجلوبولين برودكشن والانترفيرون اللي كنا بنديه في الهيباتيتس، الانتي فايرال بيشتغل عند حرارات 40، يبقى انا اجي بنفسي وادي انتي بايريتيك والطفل محتاجه. لما نبص على المواقع الاجنبيه نلاقي الاجانب بيسالوا سؤال، مش انا اوقف امتى الخافض؟ وين تو جيف انتي بايريتيك؟ هو الاصل ما بديش انتي بايريتيك، هو بيسال امتى ادي انتي بايريتيك؟ ادي لما يبقى الطفل مفرهد في ريفيوزر اوف فيدنج بسبب الفيفر، ادي لما يبقى في اكسسيف ووتر لوس، ادي لما يبقى في ديستربد اكتيفيتي، ادي بس فقط لا غير، مره في اليوم لو احتجت ولا مرتين. لكن موصل ده فيفر للروج ليد 38 ولا حتى 39 بيبقى ولد فيفر كان شويه تعبان بس ممكن ياكل ولو ياكل كميه بسيطه، لكن ما تديروش طول الوقت كل 4 ساعات ولا 6 ساعات باراسيتامول عشان ماشي فيفر. ليه الفيفر دي مش عدوه؟ This is a protective mechanism ربنا حطه لنا، this is not an enemy. طيب خلينا نشوف الانتي بايوتكس بتعمل ايه. الريفيو ده بيتكلم على السيستميك ريفيو ده على البروفلاكتيك ادمنستريشن اوف انتي بايوتكس في الاميون ريسبونس للنيموكوكال كونجكت فاكسين في الشيلدرن سيستماتيك فيو. دعوه عن ايه؟ دايما كلنا سمعنا التطعيم لما الام بتروح تطعم ابنها وتقول لها في الواحد صحيح، خلي بالك اول ما تروح البيت تدي له على طول باراسيتامول عشان الواد ما يسخنش منك. هما بقى عايزين يعرفوا حقيقة الواد ما بيسخنش فعلا بقى لطيف، بس عايزين يعرفوا هل في افكت على الاميونوجينيستي والفاكسين ولا لا؟ ما الانتي بايوتيك ده عباره عن ايه؟ ده انتي بايروجينز، ده انتي اميون سيستم. طب هو بيعمل ايه؟ الكونكلوجن طبعا منه بيقولوا اولدو ذا ريفيو ستاديز هاد سيجنيفيكانت هيتروجينيتي، يعني في ناس يعني الديزاين بتاعهم مختلف، لكن it seems ان الباراسيتامول ادمنستريشن seems to affect the immune response for certain serotypes. ده بيأفكت الاميون ريسبونس والجسم هادي وجميل ولطيف جاست بياخد فاكسين، امال لو عنده انفكشن بقى هيعمل فيه ده هيهده. طب تعالى نشوف ده effect of prophylactic antipyretic administration of post vaccination adverse reactions and antibody response in children. لكل بقى الفاكسينيشنز بقى مش الكونجكت بس، ده منشور كام؟ 2014. تو بروفيلاكتيك انتي بايريتيك ادمنستريشن ليدز تو ريليف اوف ذا لوكال اند سيستميك سيمبتومز افتر ذا برايمري فاكسينيشن، بس ايه بقى؟ ذير از ا ريدكشن ان انتي بادي ريسبونس تو سام فاكسين تايبس. يبقى في فاكسينز مش هتشتغل كويس، يبقى في افكت اوف ذا اميونيتي، في ادفيرس افكت اوف ذا اميونيتي من الريجولار يوز اوف انتي بايريتكس. What about the unnecessary antibiotics؟ البحث ده 2021، بحث جميل قوي في الريوتيرن ريسبيراتوري جورنال، بيتكلم على microbial and clinical factors
or related to recurrence of symptoms after childhood lower respiratory tract infections. يعني بيقولوا ايه؟ الاطفال عندهم lower respiratory tract infection اكيد عندهم الميكروبيوتا بتاعتها، الميكروبيوم بتاعها في مشكله، في خلل حاصل فيخليهم more susceptible للريكرنس ده. لو ايه بقى؟ Results suggest a link between a nasopharyngeal microbiota composition during lower respiratory tract infections and early recurrence of respiratory symptoms. يعني الميكروبيوتا عند الأطفال اللي عندهم ريكارنس دولت مختلفة عن النورمال كنترولز، وفي لينك قوي ما بين وجودهم وما بين ريكارنس والليس اميون ريسبونس والليس انيت ريسبونس. ولقوا انهم بعد الانفكشن ده في diminished microbiota recovery after 4 to 8 weeks، يعني بيفضل الميكروبيوتا عشان تكبر وتستعيد نشاطها تاني ممكن لحد 8 اسابيع، يعني شهرين. يبقى الطفل معرض، ده بنشوفه اكشلي الطفل بيطلع من دور برونكيتيس ولا نيمونيا بيبدا فتره عمال يكحكح ويجيله ريكارنت انفكشنز لحد ما يتعافى من الامر ده. طب ايه علاقه ده بالانتي بايوتكس؟ علاقه وثيقه. Impact of antibiotics on human microbiome and consequences for host health 2022. ده الانتيبايوتكس بتدمر الميكروبيوتا بتاعتنا وبتأثر على كل حاجة. Antibiotic induced changes in microbial composition can have a negative impact on host health including. بيعمل ايه بقى؟ Reduce microbial diversity. يعني ايه microbial diversity؟ يعني في مثلا 6 مايكروبيوتا يعني هيلثي فلورا موجودين في النارز بتاعت الشايل ده، كله بيكمبيت علشان يمنعوا يكمبيت ويز ذا باثولوجيكال اورجانيزمز فيطردوها يخلوها خلاص ما تقدرش تدخل ما بينهم. بيكمبيت فور سيرتن سايتس على السيليا وعلى السكريشنز بتاعت الهيومن. لما يدي انتي بايوتكس 5 ولا 4 من دولت يروحوا يموتوا، وبالتالي الدايفرستي يعني انتشار كتير ده مش موجود، بقى عندي 1 ولا 2 تايبس ما يبقاش قادر على حمايه الاير واي من الباثوجينيك اورجانيزمز فيحصل ريكرنس وانفكشن. طبعا changes in the functional attributes of the microbiota. الميكروبيوتا الكتير دي كانت بتعمل فانكشنال، ليها فانكشنال فاليو، ليها وظيفه سواء في الجت سواء في النوز سواء في اي حته. والجات الفلورا دي ليها علاقه بالنيورو جات اكسس، ده ليها علاقه، ده لقوا ان في المينتال ديزيز ليها علاقه بالميكروبيوتا، فما بالك بقى بالاميون سيستم. فورميشن اند سيلكشن اوف انتيبيوتيك ريزيستنت سترينز للاسف بنشوفها بشده بالذات في كرونيك ديزيز. ده احنا بنشوفها حتى لما ندي انتيبيوتيك كلتشر بيزد، بنشوفها ان بعد شويه وقت لما نعيد الكلتشر نلاقي الانتيبيوتيك الاورجانيزم بقى ريزيستنت ليه، ريزيستنت الاورجانيزم للانتيبيوتيك اللي احنا مديينه بالكلتشر بيزد. يبقى هم الخلايا البكتيريا القويه بتستنفل وتتكاثر، بينما البكتيريا الضعيفه اللي بتبقى بتموت بالانتي بايوتكس بتضمحل وتمشي، وبالتالي يبقى عندنا وحش من الميكروبس غير قادر الانتي بايوتكس على التخلص منه. Making hosts more susceptible to infections with pathogens نتيجه لكل ما سبق. يبقى الانتي بايوتكس دي سلاح كبير قوي، should be very judiciously used. ده في بلاد كانوا عاملين زي ريسيرش بيشوفوا ايرلندا وانجلترا وبلاد ايه مين فيهم اخبار الريكارنس عندهم انفكشن ايه، لان البلاد دي ما بتستخدمش انتيبيوتكس خالص في الابر، ودي بتستخدم كده نص نص، ودي بتستخدم وايدهم كده فرطه فيه. يعني في بلاد ما بتستخدمش خالص انتيبيوتكس الا بعد كريتيريا فيري ريجيد في الريسبيرتوري تراكت انفكشن ما فيها نمونيا. طيب what about additive therapies بقى؟ كل دي اديتيف ثيرابيز. الحقيقه الجدول ده مرعب، بس انا يعني جايباه فور انيميليشن لحاجات اللي الميتا اناليسيز الجميله اللي احنا اتكلمنا عنها ذكرتها من الاي من 80 ستادي اللي هي بصت عليهم عشان يدونا ريكومنديشنز هل في حاجات ليها قيمه ولا لا. من ضمنها مثلا بروبايوتكس، بريبايوتكس ما لقوش انها ليها فاليو قويه عشان تريكارنس، وكل ده فور بريفنشن اوف ريكارنس. اللايزيت والبكتيريا الاكستراكس هتكلم عنهم كمان شويه بشويه بكلمتين كده وهنختم بيهم ان شاء الله. فيتامينز اند تريس اليمنتس، الحقيقه ما فيش حد يقدر يريكومند خالص اب تو ناو ان احنا ندي فيتامينز معينه سواء فيتامين اي دي سي هم دول عليهم الكلام او الزنك عشان بريفنت ريكارنس. لكن الثابت والمعروف علميا ان الاطفال اللي عندهم فيتامين دي ديفيشنسي ولو حتى كان سب كلينيكال واللي عندهم فيتامين اي ديفيشنسي ار مور لايبل فور recurrent infections. الحقيقة في البراكتس أنا شخصيا الأطفال بما أننا كل الأطفال are eventually deficient وكلنا are deficient يعني
يعني potentially deficient. الطفل ده لو ما كانش ماشي على prophylactic vitamin D انا بحب ازود له prophylactic vitamin D for the general health. ومن ضمنهم ال prevention of recurrence وال boosting of immune system. زي ما قلنا فيتامين دي بيبوست ال immune system، فلو اديته prophylactic طبعا ده لن يضر يضرني اطلاقا، ولو طبعا او يضره يعني اطلاقا. وطبعا لو انا حسيت ان هو عنده signs of vitamin deficiency، عنده مال نيوتريشن، عنده اي حاجه، بنطلب السيرم فيتامين دي ليفل، وبناء عليه بياخد therapeutic او بياخد prophylactic dosage. فاكسينيشنز طبعا معروفه، الفاكسينز ليها دور، ولكنها الفاكسينز لن تمنع جميع الانفكشنز. يعني معروف المفروض الناس تبقى عارفه ان لم ياخد الانفلونزا فاكسين هو هيمنع الانفلونزا انفكشن، مش هينفع الاذر انفكشنز. فده لازم يبقى معروف. يعني هو مش هيبريفنت الريكارنت ريسبيرتوري انفكشن، لكنه هيبريفنت السيفير فورم اوف انفلونزا اللي ممكن تاذيه جدا. النيزل ثيرابي ده الهيرونيك اسيد والثيرمال ووترز والرينال، كل ده كله يعني كونتروفيرشي، مش اي حاجه ريكومند. اتكلمنا على الموديفايبل ريسك فاكتورز وان احنا ممكن نموديفاي، اولزو ان ما فيش ستاديز واضحه بتقول ان والله يا جماعه لو صلحنا السموكينج الاطفال دول هيصلحوا. ما حدش يعني عامل هذه الستاديز، يبدو ان الناس صعبه قوي انها تبطل التدخين فمش قادرين يعملوا الستاديز دي او حاجه. لكن الثابت جدا ان ما دام في ريسك فاكتور موجود يبقى تصليحه بثيوريتيكال يعني والامبروف ذا كونديشن. واحنا بنشوف كده الحقيقه ان اطفال الامهات بتحافظ عليهم، والاب ما كده بيبقى افضل بكتير من اللي على طول حواليه تدخين. ادمز تونسيليكتوم اتكلمنا عنه، مفيش ايفيدنس يقول انها تمنع الريكارنس، لكن ات مي الليفيت سيمبتومز، وخاصه في الكري انديكيشنز لو في ايروي اوبستراكشن اوبستراكتيف سليب ابنياز، دي الكلير انديكيشنز اوف ادينو تونسيليكتومي. وطبعا نور والاتول في الانتي بايوتيك بروفيلاكسيس، بالعكس ده هو حتى في برونكياكسيس في احوال معينه ومقننه جدا وانواع معينه جدا احنا ممكن ندي بروفيلاكسيس. هتكلم انا بالتفصيل بالكلمتين اللي جايين دولت على اللايزس اند بكتيريا اكستراكس. ايه هم اللايزس والبكتيريا اكستراكس دولت؟ البكتيريا اكستراكس اشهرهم الاو ام 85 اللي هو برونكو فاكسن، ده عباره عن بكتيريا سيل وول اكستراكت من 21 سيرو تايب اوف 8 بكتيريا. طبعا كل دول اكستراكس، يعني ده من بكتيريا معينه، ده بكتيريا ثانيه، ده ثانيه، وهكذا. اشهر واحد فيهم الاو ام 85 زي ما قلنا، وده لقينا زي ما احنا شايفين كده اكتر حاجه اتعمل عليها كلينيكال ترايلز ولقوا فيها سيفتي عاليه جدا، الدوزنج معقوله، الكوست افوردبل، البوست ماركتنج كويس، اكتر حاجه كان عليها كونسنسس انها اتجربت جدا في السوق. ايه بقى البكتيريا لايزد ده بيعمل ايه بقى؟ البكتيريا لايزد ده بيتعامل ده دي بتبقى ساشيز او كبسولز بتتاخد بالفم، بتعمل ايه؟ بيقولوا ان الثيوريتيكال بتاعها انها بتعمل برايمنج للميوكوزا، الجات ميوكوزا، بتنهانس الاميون ريسبونس للجات ميوكوزا، بحيث ان الاميون سيستم ريسبونس ده بيبقى في الاخر سيركليتنج ان هوستد في الاميون اوف الليفوسايتس الليفوسيتك سيلز اللي موجوده في الريسبيراتوري سيستم اند لانجز، وبالتالي هو بيلف وبيحسن مناعه الرئه. هي ده الميكانيزم بتاعها. في ستاديز كتير الحقيقه شجعت القصه دي، من ضمنهم 2020 حاجه ريسنت بكتيريا لايز ثيرابي فور ذا بريفنشن اوف ويزنج ابيسودز اند ازما اكزاسربيشن سيستماتيك ريفيو، لقوا ان فعلا بكتيريا لايز ان شيلدرن، هو بيتكلموا بالذات على او ام 85، بيحسن بيقلل الويزنج ابيسودز والديوريشنز، وبيقلل الاسما اكزاسربيشن، وبيقلل الانتي بايوتيك يوز. دي حاجه عظيمه جدا. الحقيقه مفيش داتا فور ادلتس، بس اعتقد ان فور ادلتس برضه مي بي كومباريتيف ريزلتس مي ابير سون يعني. فطبعا دي حاجه فاليو كبيره جدا للويزي تشيلدرن والاسماتكس. كمان افكت في البيدياتيك ريكارنت ريسبيرتوري تاك انفكشن ويز كود هاف ا بوسيبل بروتكتيف افكت على الكوفيد، لقوها عامله كونسامشن سيجنيفيكلي ريليتد للور فريكونسي اوف ريسبيرتوري تاك انفكشن اللي هو الموضوع بتاعنا. توتال ديوريشن بتقللها، لور نمبر اوف انتي بايوتيك كورسز، واكسلنت سيفتي بروفايل. واخيرا نفس اللايزت اتجرب على السورس، على بس دي طبعا ان فيترو ستادي، ذا او ام 85 بكتيريا لايزت انهبيت سورس كوفيد 2 انفكشن اوف ابيثيليال سيلز باي داون ريجليتنج سورس ريسبتور اكسبريشن، لان هو بيقلل الاكسبريشن بتاع الريسبتورز اللي سبايك بروتين بيشتغل عليها، وبالتالي ثيوريتيكالي ات كان بريفنت اجينست كورونا فيروس ديزيز. اند ثانك يو، واشكر لحضراتكم الاستماع، انا طولت عليكم جدا، واتمنى نكون استفدنا كلنا وانا اولكم، واشكركم جدا جدا على الدعوه الكريمه والاستماع الطيب. شكرا دكتوره انجي، بجد شكرا دكتوره انجي، المحاضره يعني مور ذان اكسلنت،
يعني أنا بجد بشكرك على المحاضرة في منتهى الجمال بجد، يعني أنت شكرا ما سبتيش حبيبي. حاجة، محاضرة very informative، محاضرة مرتبة بجد، أنا أحييكي بجد، يعني دي من أحلى محاضرات البلمونولوجي اللي أنا ربنا سمعتها يبارك في بصراحة. حضرتك، متشكرة أوي أوي ربنا. لا بجد مجهود خرافي، مجهود جميل، يعني بجد محاضرة براكتيكال، محاضرة ربنا كلينيكال، يخليك. ربنا يخليك. تفيد سبيشالتيز كتيرة، الجي بي، فاميلي ميديسن، البلمونولوجيست، البيدياتريشن، بجد أنا بشكرك على المحاضرة، محاضرة في منتهى الجمال. شكرا لك. شكرا جدا يا رب، شكرا لحضرتك، ويا رب يكون الجميع استفاد بإذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا. إن شاء الله. دلوقتي يا جماعة أنا هفتح الشات، اللي عايز يسأل الدكتورة إنجي أي سؤال بعد إذنكم يرفع إيده وأنا أعمله أن ميوت، أو يكتب في الشات، والشات خلاص على وشك إنه يفتح. لو في حد عنده أي سؤال، وبصراحة صعب حد يسأل بعد المحاضرة بصراحة، لأن المحاضرة جميلة جدا ومنظمة، وحقيقي غطيت تقريبا كل حاجة في recurrent chest infection. متشكرة جدا، شكرا لك ربنا يبارك في حضرتك. دكتورة راوية. طيب هل في حد يسأل سؤال؟ يا إما يكتب في الشات أو يرفع إيده وأنا هعمل له أنميوت. فأعتقد في دكتورة راوية، حضرتك رفعت إيدك؟ طيب رفعت الايدي تبقى زي دكتور رامي، معلش. لا، هو بيبقى في حاجة كده في السيتنج بترفعي إيدك تقولي أنت محتاجة تقولي حاجة أو رياكشنز، فدي تظهر عندي. اتفضل. شكرا دكتورة آية. دلوقتي يا جماعة هل في أي سؤال؟ اللي عايز أي سؤال يا ما يكتب على الشات أو يرفع إيده وأنا هعمل له أنميوت. أنا بس في سؤال عايز أسأله حضرتك دكتورة إنجي، بالنسبة للسيستيك فايبروزز، هل البريفلنس بتاعها بيزيد سوري الإنسيدنس بتاعها بيزيد؟ هو اكيد هو سي اف دلوقتي، خاصه بعد دخول ال ديفينيتيف دايجنوستيك تول الميكرو داكت. دلوقتي احنا عندنا 5 اجهزه في مصر، جت منحه امريكيه طبعا الدكتوره سعاد نصر جزاها الله كل خير، كان ليها السبق والدور العظيم في ادخال الاجهزه دي مجانا، موجوده في 5 جامعات في مصر دلوقتي، وفي عندنا احنا في اسكندريه كمان موجوده في معامل خاصه اللي هو الماكرو داك سيستم. فابتدت الاطفال اللي كانوا زمان بيموتوا بسرهم معاهم بقوا بيشخصوا من بدري. فطبعا دلوقتي وخاصه كمان مع النيونيتال سكريننج، دلوقتي بقى عندنا في البروجرام بتاعتنا الاي ار تي دلوقتي في السكريننج بروجرام بتاع الاطفال المواليد، فاحنا بقينا دلوقتي بنشوف اطفال من هم نيونيس بيشخصوا بيتحولوا عندنا فور نيوتريشن سبلمنتيشن وفور شيست مانجمنت فروم فيري ايرلي بيفور ايفن ذا سيمتومز ابير، حتى لو مايلد فينوتايبس. فطبعا يعني اون جوينج طبعا، وحالات كتيره ابتدت تيجي بدل ما كان زمان بيموتوا دولت ما بنعرفهمش، ما كانش زمان بيتعرف غير الكبير اللي بيكمل لحد لما يكبر بحيث ان هو يبان ان فيه برونكياكتاتيك واهو يعني، او يعني كنا بنلقطهم بدري يعني كده شويه، بس كان تشخيصهم صعب. دلوقتي بقوا كتير قوي فروم فيري ايرلي حقيقه. طيب وهم البريفالنس بتاعهم زاد بوست كوفيد؟ يعني في بوست كوفيد سي اف ظهر؟ لا هو السي اف ملوش دعوه بالكوفيد خالص، السي اف ده جيناتيك ديزيز ملوش دعوه خالص بالسي اف. لا انا هم قصدي يعني ممكن هو او حتى السيفنت بتاعت السيمتوم زادت بعد كوفيد؟ اللي بيجيله احنا يعني، كان انا اذكر بنوته كده جميله جالها كوفيد واحنا في وقت طبعا هوجه، طبعا دلوقتي الحمد لله كوفيد الاتاكس ما بقتش زي الاول، بيبقوا طبعا سيفير طبعا، ده واحد من الريسك فاكتورز، سيفير ريسك فاكتورز في الكوفيد طبعا، وكانت حاجه يعني عنيفه، كانت في المستشفى وخدت بالسز بقى ستيرويدز وانترافينس انتي فايرال طبعا طبعا ديفينتلي طبعا هيبقى هم دولت هو الريسك فاكتورز فور سيفير كوفيد، اصلا من ضمنهم الكرونيك لانج ديزيز على قمتهم طبعا السي اف، وبالذات بره ان المرض ده اصلا بتاع بره يعني، هو الجينز بتاعتهم منبعهم بره. وطبعا كرونيك لانج ديزيز بتاع بيترن برونكو بالمونري ديسبليزيا والاذر والكارديك بيشنس والالدرلي، هم دول الجروث والاميونو ديفيشن بجميع اشكاله بقى، نفروتيك على اميونو ثيرابي على كرونيك ستيرويد، دول المين ريسك فاكتورز. فالسي اف يقع على قمه القائمه بصراحه، وحتى حضرتك لما تشوف الليتريتشر عشان هو برضه الديزيز ده بتاعهم قوي اكتر من عندنا بكتير، فتلاقيهم كاتبينه من الاوائل خالص الاول سي اف على طول، حتى البرايمري سيز سكانيش الحاجات دي بيسموها نان سي اف برونكياكس، ما بيجيبوش ثلاثة اساسا. تمام.
في دكتورة رانيا بتسأل Is prophylactic prophylactic long long acting acting? penicillin is it necessary for preventing recurrent streptococcal tonsillitis؟ لا لا يا دكتور، احنا قلنا نو رول خالص فور بروفيلاكتيك انتي بايوتكس. احنا اللونج اكتنج بنسلين ده بنديه كتريتمنت في التونسيلايتس، وبنديه كبروفيلاكتيك في الاطفال السترينكتومايز، سواء فانكشنال سترينكتومي في السيكل سيل ديزيز او سترينكتومايز بعد ثلاسيميا تروما او لاي سبب هايبر سترينيزم شلنا السليف، فبندي بروفيلاكتيك مش علشان التونسيلايتس، بندي علشان طبعا انفيزيف نموكوكال فاكسين نموكوكال ديزيز، لكن هو ويل نيفر جيف بروفيلاكتيك لونج اكتنج بنسلين فور ريكيرنت تونسيلايتس. لو قصد حضرتك بروفيلاكتيك لونج اكتنج بنسلين علشان الروماتيك فيفر، دي حاجه تانية يعني، على حضرتك تقصدي كده بس، لكن فور بريفنشن اوف ريكيرنت تونسيلايتس لا، مش بندي طبعا لونج اكتنج بنسلين عشان كده. شكرا دكتورة انجي. طيب هل في سؤال تاني يا جماعة؟ اللي عايز يسأل يكتب في الشات او يرفع ايده وانا اعمله عن ميوت. هل في سؤال تاني؟ تمام. شكرا حضرتك دكتورة انجي، بجد كانت محاضرة في شكرا منتهى الجمال، شكرا وبجد لحضرتك، جمعت الريكارنت شيست انفكشنز بطريقة جميلة جدا، وطبعا كان جزاكم كله الله ايفيدنس بيز ميديسين، وطبعا الاستشهاد بالبيبرز والسيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس جميله جدا. فانا بشكر بجد على المحاضره، فعلا قيمه شكرا لحضرتك، وفعلا شكرا جميله لحضرتك وفعلا جزاكم براكتيكال. شكرا لتعبك وشكرا لمجهودك. شكرا شكرا جدا لحضرتك ولتنظيمك الرائع يا دكتور ربيع. حضرتك الحقيقه بذلت معايا مجهود يعني يوازي نفس مجهود التحضير الحقيقه، وانا شايفه يعني جهد مخلص جدا جدا من حضرتك على انتقاء الموضوع النافع اللي ممكن ينفع مش بس المستمعين دلوقتي، لكن كمان اللي ممكن يسمعوا ريفيو لتريشر فيما بعد يعني المحاضره. فانا اشكر حضرتك بقوه جدا يعني، واثمن جدا مجهود حضرتك، جزاكم الله كل خير. لا ربنا يخليكي، بالعكس شرحك الجميل هو اللي خلى المحاضرة أقيم ازهر رائعة الصراحة، وإن شاء الله ما يبقاش آخر ويبينار، يبقى في سيرة في إن شاء ويبينارز عن الله البلمونولوجي معاكي. الـRecurrent chest infections من الحاجات اللي احنا الكومن ان احنا بنشوفها في عياداتنا. وبصراحة الابروتش بتاعك جميل جدا للشيست انفكشنز او الـRecurrent chest infections، فانا فعلا بشكرك على المحاضرة في منتهى الجمال. وإن شاء الله يبقى في محاضرة تانية في بداياتك مونولوجي مع حضرتك، وشكرا لمجهودك وشكرا لوقتك وشكرا شكرا للمعلومات جزيلا القيمة اللي شكرا حضرتك سردتيها في المحاضرة. شكرا شكرا لحضرتك ولأستاذ الحضور، شكرا جزيلا، شكرا، شكرا، ألف سلامة، ألف سلامة، تفضل، مع السلامة. ألف سلامة، تفضل.